السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس شايفة الباوربوينت يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. خلونا نبدأ شباب في الباب الثاني. خدنا احنا الباب الأول. الباب الثاني هو شبكات المثلثات الجيودسية. قبل ما نشرح بس الموضوع بتاع شبكات المثلثات الجيودسية، محتاج بس تركيز جدا، تركيز عالي جدا، لأن هي مبنية على الفهم، مفيش فيها حاجة حفظ. أنت مجرد بس تكون فاهم تعرف تحل أي مسألة في شبكات المثلثات الجيودسية. وبرضو عايز الناس تركز، لأن ده أهم سيكشن هينبنى عليه كل السكاشن الجاية. هنشرح النهاردة سيكشنين مع بعض، السيكشن اللي فات وسيكشن الأسبوع ده. النهارده هينبنى عليه فهمك للمسائل وازاي تعرف تحلها وازاي تعرف تكملها. الموضوع يعتبر من السكاشن من دلوقتي لحد 3 4 سكاشن قدام مرتبطين ببعض. فالناس، انا بقول بس كده عشان الناس تحاول تركز، موضوع محتاج تركيز ومحتاج فهم. ايه شبكات المثلثات الجيودسية؟ بصوا يا شباب، اي دولة بتوقع وبتثبت نقط في جميع أنحاء الدولة، النقط دي بتكون معلومة الإحداثيات، نقط ثابتة معلومة الإحداثيات. شكل زي اللي قدامنا ده، النقط بتاعته نقط معلومة الإحداثيات، يعني إكس وواي وزد معلومة. يبقى مجموعة من النقط معلوم إحداثياتها. طب أنا عرفت إحداثياتها بواسطة إيه؟ النقط ثبتت الإحداثيات دي إيه؟ بواسطة أرصاد الجي بي إس، بواسطة أرصاد الجي بي إس. يبقى احنا شباب ثبتنا نقط معلومة الإحداثيات اكس واي وزد بالجي بي إس. النقط ديت بتشكل فيما بينها مثلثات. يعني انت عارف، لو احنا وصلنا بين النقط ديت زي الشكل اللي قدامنا ده، بتلاحظ ان ايه؟ ان في مثلثات. عشان كده اتسمت شبكات المثلثات الجيودسية، عشان كده اتسمت شبكات المثلثات الجيودسية، لأن هي عبارة عن مثلثات. عند التوصيل بينها بنحصل على مثلثات جيودسية. هي المثلثات الجيودسية أو النقط الثابتة ديت وظيفتها إيه؟ لو أنا شغال في مشروع، بصوا يا شباب، لو أنا شغال في مشروع في المنطقة دي، المنطقة اللي أنا معلم عليها دي، في مشروع ليا، مشروع مدينة سكنية، مشروع منطقة مثلا حيوية، أي مشروع تبع الدولة تبع، بس مشروع مهم. فالمشروع المهم ده عشان تشتغل عليه لازم إحداثياتك تبقى مظبوطة جدا، لازم إحداثياتك تبقى معروفة وإحداثيات حقيقية، إحداثيات مطلقة. إيه ده يا باشمهندس؟ في إحداثيات غير مطلقة؟ خد بالك، هو انا دلوقتي يا شباب لو انا مثلا شغال في مشروع صغير، منطقه مثلا صغيره مساحتها مثلا ايه، 100 متر في 200 متر مثلا، فانا بدي اعمل رفع مساحي او بدي اعمل شغل مساحه فيها، فانا مش عارف ولا نقطه معلومه في الموقع ده. هل بقول لا انا لازم انا اجيب نقطه بالجي بي اس ومش عارف ايه ولازم النقطه تكون معلومه؟ لا، انا بعمل ايه؟ بشوف مثلا رصيف، ركن رصيف، نقطة في المبنى، أي نقطة في المنطقة اللي أنا نازل أشتغل فيها دي، وبفرض مثلا إحداثياتها وليكن مثلا 100 و100 و10 مثلا. هو أنت مش ناسي يعني فرضت الإحداثيات دي بناء على إيه؟ فرضتها أي حاجة. اخترت نقطة وفرضت إحداثياتها أي حاجة. بدأت تبني شغل يا شباب النقط التانية في الموقع بناء على ايه؟ احداثيات النقط الجديده دي مبنيه على ايه؟ ده احداثيات النقط الجديده دي مرتبطه بالنقطه اللي انت فرضتها، مرتبطه بالنقطه اللي انت فرضتها. يبقى انا لو في موقع ومشروع محدود ملوش اهميه كبيره، انا مش محتاج ان انا اجيب احداثيات صحيحه، فانا هختار نقطه وافرض احداثياتها بس، ان النقطه الثانيه هتبقى مبنية على النقطة اللي انت فرضت إحداثياتها. لكن الكلام ده يا شباب ما بيتعملش في المشاريع المهمة، المشاريع اللي تبع الدولة والمشاريع اللي ذات أهمية كبيرة. لازما لو انت في المنطقة ده، هي ده المنطقة بتاعت المشروع، هذا المنطقة بتاعت المشروع بتاعي،
لو انت في المنطقة دي لازما تبدأ مشروعك بنقطة معلومة الإحداثيات بدقة عالية. فأنا هعمل إيه؟ هقوم رابط المشروع بتاعي على النقطة دي، أشوف أقرب نقطة ليا من نقط المثلثات الجيودسية المعلومة الإحداثيات، يبقى أنا هربط مشروعي بنقطة معلومة. أنا عندي منطقة المشروع أهي، هربط المشروع بتاعي بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لنقطة من نقط المثلثات الجيودسية. يبقى وظيفة النقط الثابتة دي يا شباب، إن أنت لو شغال على مشروع مهم تعمل ربط مشروعك على إحداثيات معلومة وبدقة عالية. يبقى إحنا كده فهمنا وظيفة المثلثات الجيودسية. يعني الدولة موزعة شبكات مثلثات جيودسية في أنحاء الجمهورية. آه، تصنيف الشبكات دي إيه؟ عايزين نعرف تصنيف الشبكات. عندي شبكات مثلثية ذات درجة أولى وشبكات درجة تانية ودرجة تالتة ودرجة رابعة. شبكات المثلثات الجيودسية ذات الدرجة الأولى دي بتبقى أعلى دقة، دقة قياس الزوايا فيها 3 ثواني. دقة قياس الزوايا، ما هي الشبكات دي أصلا في زوايا بتتقاس فيه، زوايا المثلثات دي دقة قياس الزوايا فيها 3 ثواني، وأطول الأضلاع بتاعة الشبكة ديت من 40 ل 50 كيلو، الضلع الواحد من 40 ل 50 كيلو. جميل. تعالى على الدرجة الثانية، الدقة بتاعتك تقل شوية بقت 5 ثانية، أطوال الأضلاع من 10 ل 40 كيلو. تعالى على الدقة الأقل 10 ثواني، أطوال الأضلاع 5 ل 10 كيلو. تعالى على الدقة الأقل 30 ثانية من 1 ل 5 كيلو. إذن يا شباب أنا عندي 4 درجات من شبكات المثلثات الجيودسية، درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة. الدولة عاملة لي شبكة درجة أولى بتديني دقة عالية جدا 3 ثواني، بس الأطوال الأضلاع بتاعتها من 40 ل 50 كيلو. الناس تاخد بالها، يعني عايز الناس تفهم ليه 40 ل 50 كيلو؟ لأن الدقة العالية دي يا شباب مش هيحط لك نقط كتير في أنحاء الجمهورية ذات دقة عالية، وبالتالي هتلاقي أطوال أضلاع الشبكات ديت كبيرة من 40 ل 50 كيلو. لكن بص كده لما تيجي الدقة القليلة 30 ثانية، شوف من 1 ل 5 كيلو، في نقط كتير، في نقط كتير، وبالتالي في مثلثات كتير، وبالتالي في أضلاع المثلثات دي أضلاع إيه؟ قصيرة من 1 كيلو ل 5 كيلو. يبقى إحنا شباب فهمنا درجة الشبكات المثلثات الجيودسية الموجودة في مصر 4 درجات، أولى تانية تالتة رابعة، الأولى أدق حاجة، بعدها التانية التالتة الرابعة. خلينا بقى وفهمنا طبعا وظيفة شبكات المثلثات إن إحنا نربط أي مشروع هندسي عليها، بحيث يبقى إحنا الإحداثيات اللي هتشتغل اللي هتبقى في المشروع الجديد بتاعنا ده مرتبطة بالإحداثيات المطلقة والإحداثيات الصحيحة لنقط الشبكات المثلثات الجيودسية. وليكن يا شباب أنا عندي شبكة مثلثات درجة أولى زي اللي قدامنا دي، درجة أولى. بص كده أنا عندي نقط رؤوس الشبكة ديت بنرقمها بصورة كسر، بنرقمها بصورة كسر. الكسر ده عبارة عن إيه؟ الكسر ده عبارة عن درجة الشبكة على مسلسل النقطة. يعني إيه؟ لو أنت شغال درجة أولى يبقى خلاص درجة الشبكة درجة أولى، درجة تانية، درجة ثالثة، درجة رابعة، حسب الدرجة. يبقى البسط بتاعي هو درجة الايه؟ الشبكة، والمقام هو مسلسل النقطة، رقم النقطة. يعني مثلا هنا بص لو تلاحظ البسط كده واحد واحد، لأن ديت شبكة جيودسية من الدرجة الايه؟ الأولى، شبكة مثلثات من الدرجة الأولى. تعالى المقام بص كده واحد اتنين، أنا فرضت إن أنا ماشي مع الايه؟ عقارب الساعة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. يبقى انت شاب بترقم نقط رؤوس الشبكه ازاي؟ حسب درجه الشبكه عندك. يبقى البسط هو درجه الشبكه، والمقام هو مسلسل النقطه، رقم النقطه كام؟ واحد اتنين، تمشي بالترتيب كده مع العقارب. حلو قوي. عندنا بقى انواع شبكات مثلثات، عندنا انواع شبكات مثلثات، في شبكه مثلثات مستمره وشبكه مثلثات سلاسل. شبكة المثلثات المستمرة زي الشكل اللي فوق ده يا شباب،
بص كده عبارة عن شبكة زي اللي كنا راسمينها في السلايد الأولى، زي دي كده، ما هي دي شبكة مثلثات إيه؟ مستمرة، مستمرة يعني منتشرة، بص كده أهي منتشرة. ده منتشرة متصلة ومستمرة، شبكة مثلثات مستمرة. لكن عشان تعرف بقى الفرق، في حاجة اسمها شبكة مثلثات السلاسل. السلاسل ده تكرار لشكل هندسي، تكرار لشكل هندسي. عندك في السلاسل ديت يعني مثلا شكل هندسي زي ايه؟ مثلث، شكل رباعي، مربع، مستطيل، شكل رباعي، اي شكل هندسي بيتكرر في شكل سلسلة. عندي سلاسل فردية، انواع شبكة السلاسل دي في سلاسل فردية ومزدوجة ومركزية ومتداخلة. تعال نشوف واحدة واحدة. احنا مبدئيا فهمنا دلوقتي يعني ايه شبكة مثلثات مستمرة، شبكة مثلثات مستمرة. شبكة السلاسل فيها أنواع. إحنا قلنا إيه؟ سلاسل فردية، سلاسل فردية تكرار لشكل هندسي. بص ده شكل إيه يا شباب؟ ده مثلث، بص كده مثلث بيتكرر في اتجاه، في اتجاه واحد، في اتجاه واحد، تكرار لشكل هندسي زي المثلث، ده اسمها سلاسل فردية. في هنا خط في بداية الشبكة اسمه خط قاعدة البداية، بيبقى معلوم طوله وانحرافه، ومعاك خط قاعدة في النهاية معلوم طوله وانحرافه. بتبدأ بقى تعمل مثلثات على شكل سلسلة. يبقى خد بالك الشكل اللي فات كان مستمر منتشر في جميع الاتجاهات، لكن السلاسل بتبقى في اتجاه واحد. دي سلاسل فردية تكرار لشكل مثلث بادئ من خط قاعدة وبينتهي عند خط قاعدة. خد بالك لو انت جيت تبص على شبكات السلاسل سواء مستمرة او شبكات مثلثات جيودسية سواء مستمرة او سلاسل، بتلاقي في خرائط المثلثات الجيودسية لمصر بتلاقي فيه النوعين. بتلاقي فيه منطقة، لان المنطقة مستمرة، عايز الناس تلاحظ الحتة ده عشان نبقى فاهمين برضو كل خطوة كده. بتلاقي مثلا منطقة زي الصحراء الغربية. هل الصحراء الغربية دي منتشرة في اتجاه واحد ولا في اتجاهين؟ اه منتشرة في اتجاهين، دي مساحة، إذا بتلاقي فيها شبكة مثلثات مستمرة. طب تعالى نشوف شكل نهر النيل كده، شكل نهر النيل، طبعا في مدن ومحافظات على ضفاف نهر النيل، جميل، وأنت رايح من أول اسكندرية لحد نازل في الصعيد، ده شباب متجهة أو منتشرة في اتجاه مستمر في الاتجاهين ولا اتجاه واحد؟ لا في اتجاه واحد، عشان كده تلاقي الدولة عاملة المثلثات الجيودسية على ضفاف نهرين عبارة عن سلاسل، عبارة عن سلاسل. يبقى احنا كده فاهمين امتى نستخدم شبكة مثلثات جيودسية مستمرة لو من المنطقة بتاعتي بتنتشر في الاتجاهين الطول والعرض. لكن لو منطقة طولية زي نهر النيل يبقى انا بعمل شبكة مثلثات عندها ايه؟ شبكة مثلثات سلاسل. النوع اللي قدامنا ده اسمه سلاسل فردية. في نوع تاني اسمه سلاسل مزدوجة. سلاسل مزدوجة يا شباب بتلاقي شكل رباعي، شكل رباعي، شكل رباعي، شكل رباعي مرصود القطرين. ادي ادي خلصنا الفردية مثلث، المزدوج عبارة عن ايه؟ شكل رباعي مرصود القطرين، القطرين بتوعه مرصودين اهو. ادي اشكال رباعية، ده شكل الثاني الثالث. بس خد بالك يا باشمهندس، هو في قطرين، بس هل دي نقطة مرصودة؟ لا دي مش نقطة، ها خد بالكوا دي مش نقطة، هو شكل رباعي مرصود الايه؟ القطرين، دي سلاسل مزدوجة. تعال نشوف الشكل ده. خد بالك في سلاسل مركزية، سلاسل مركزية شكل رباعي له مركز، النقطة ديت انا محتلها بالجهاز، النقطة دي نقطة معلومة وقفت عندها وخدت قياسات عندها. يبقى عندي سلاسل فردية مثلث، سلاسل مزدوجة شكل رباعي غير مرصود القطرين، والنقطة اللي في النص دي نقطة تقاطع القطرين، نقطة غير محتلة، نقطة ما وقفتش عندها بالجهاز وخدت قياسات. لكن اللي أنا بقى السلاسل المركزية دي نقطة، نقطة تقاطع القطرين دي نقطة محتلة احتلتها بالجهاز وخدت عندها أرصاد. النوع الأخير
سلاسل متداخلة. متداخلة زي ايه؟ ها ده سلاسل ايه؟ فردية عبارة عن مثلث، ها ده السلسلة ايه؟ الجزء ده ايه؟ شكله رباعي مرصود القطرين، ده عبارة عن ايه؟ ها سلاسل مركزية. يبقى احنا كده يا شباب عرفنا عندي انواع السلاسل، سلاسل فردية ومزدوجة ومركزية ومتداخلة. متداخلة عبارة عن ايه؟ مجموعة من الاشكال الفردية والمزدوجة والمركزية متداخلة مع بعضها. يبقى احنا السلاسل اما مستمرة، شبكات المثلثات اما مستمرة او انها تكون شبكات مثلثات سلاسل فردية مزدوجة مركزية متداخلة. لو الناس عايزها بعد السكشن تحاول تبص على خريطة مصر، تشوف الشبكات المثلثات لمصر، هتلاقي فيها النوعين المستمر والسلاسل. خلينا بقى في الجزء المهم. انت دلوقتي يا شمس قلت لي انا عندي شبكة مثلثات جيودسية، عايزين نعرف بقى دلوقتي الاشتراطات في شبكات المثلثات الجيودسية. ايه هي الاشتراطات في شبكات المثلثات الجيودسية؟ بصوا يا شباب، مبدئيا عايز الناس تبص على المثلث اللي تحت ده، عايز الناس تبص على المثلث اللي تحت ده. هو المثلث ده يا شباب عشان اعرف ارسمه محتاج كام رصدة؟ عدد الارصاد الضرورية عشان اعرف ارسم المثلث انا محتاج 3 يا باشمهندس. يعني مثلا 3 اضلاع تعرف ترسم مثلث، 3 زوايا تعرف ترسم مثلث، فاهمين يا شباب؟ فانا محتاج ضلعين مثلا وزاوية بينهم تعرف ترسم مثلث، فانا اعرف ارسم مثلث بثلاث ارصاد ضرورية. ركز على المثلث اللي انا رسمه فيه كده، انا قست كام زاوية؟ انا قست ادا 1 2 3 ثلاث زوايا، وقست كام ضلع؟ ادا 1 2. اذا انت قست كام رصدة كلية؟ انا رصدت لك 5 ارصاد. يا عم انا عايز 3 بس، انت ليه ترصد لي 5؟ خد بالك بقى، عندي حاجة اسمها ارصاد زائدة، ارصاد زائدة بنسميها اشتراطات. ركز كده، انت معاك رصدة كلية كام؟ انا رصدت 5 بس، انت كنت محتاج ضروري كام؟ 3. في كام رصدة زيادة؟ ها في كام رصدة زيادة؟ رصدتين زيادة، رصدتين زيادة بنسميهم اشتراطات، معادلات شرطية، بنسميهم معادلات شرطية. هي يعني المعادلات الشرطية دي وظيفتها ايه؟ ان انا طب وانت ما اظبط انت ما حطتش 4 أو 6؟ لا يا باشمهندس، 4 و6. فاهم يعني ايه 4 و6؟ بدل ما الأرصاد الكلية تبقى 5 ما عملتهمش أربعة أو تمام ستة. ماشي ماشي ماشي، قست 6 اهي، بص قست الضلع ده كمان بقى عندي كام؟ 6. يبقى عندي كام رصدة زيادة؟ 3، صح كده؟ حسب ما انت رصدت، انا الضروري اللي محتاجه ايه؟ 3. انا هنا ليه رصدت 5 او 6 او 4؟ اي حاجه مش هتفرق يا باشمهندس، انت نازل الموقع ترصد مثلث، واحد بيقول لك ارصد لي المثلث، فانت كان ضروري بالنسبه لك ترصد 3، واحد قام رصد 3 بالظبط، جميل، واحد تاني قام رصد 4، واحد تاني 5، واحد تاني 6. يبقى انت كل واحد هيطلع معادلات شرطيه زياده عن الحد حسب الارصاد اللي رصدها زياده، جميل. طب انا وظيفه الارصاد الزياده ايه؟ خلينا نشوف كده حاجه. هو انا شباب دلوقتي لو باشمهندس معايا، ايوه اتفضل. انا مش فاهمه انتوا رصدتوا ايه، انا مش فاهمه الارصاد الضروريه والكليه دي. تمام خليكي معايا عشان انسى، حاضر. عندي مثلث يا شباب اهوت، عندي مثلث وبقول لك انزل ارصده، انزل ارصد لي المثلث، انزل اعمل لي قياسات عشان تعرف لي المثلث، عشان تعرف لي المثلث. المثلث بيتعرف بايه يا شباب؟ بثلاث معلومات، 3 رصدات. انا مثلا نزلت قمت قايس الضلع ده وقست الضلع ده وقست الزاويه ايه؟ دي. قست الزاويه دي. هل دول كفايه ان انا اكون رسمت مثلث؟ اه يا باشمهندس كفايه. كفايه ازاي يا باشمهندس؟ فهمني بقى. بصوا يا شباب، ازاي ارسم مثلث بال3 رصدات اللي انا رصدتهم دول؟ اول حاجه هرسم خط بطول معين، حلو كده، بالطول اللي هو الخط ده، واجي عن طريق المنقله بالزاويه دهيت اخد اتجاه تاني كده اهو، بالمنقله جبت الزاويه دي
واقيس على الخط اللي انا رسمته ده الطول معايا هنا، معايا نقطتين وصل بينهم يا باشمهندس، جبت الضلع الايه؟ الثالث. ايه ده؟ يعني انا عرفت ارسم مثلث بثلاث رصدات، دول بسميهم ارصاد ضروريه عشان اعرف ارسم المثلث، دول اسمهم ارصاد ايه؟ ضروريه. جميل. لكن في الحقيقه بقى في واحد شاطر قال لي يا باشمهندس ماشي، انا انت عايزني ارصد المثلث؟ مفيش مشكله. قام نازل بدل ما يقيس الاثنين دول والزاويه، قام قايس الثلاث اضلاع والزاويه دي. جميل. جه بقى يرسم، هو دلوقتي رصد كام رصده؟ رصد اربعه، في حين ان هو كان محتاج بس كام؟ محتاج ضروري ثلاثه. جه هو رسم المثلث ازاي؟ ركزوا بقى يا شباب، ها ها، زي ما احنا قلنا اهو، ارسم الضلع ده الطول بتاعه بالمنقله، خد الزاويه دهيت، خد الزاويه دي وارسم على الضلع على الخط الاتجاه اللي انت عملته الضلع التاني. مش انا المفروض كنت اقفل المثلث اهو؟ قفلت المثلث اهو من يعني هل ده انا قسته؟ هل ده انا كنت محتاجه؟ مش محتاجه، انا بس قفلت المثلث على طول، معايا نقطه البدايه والنهايه فقفلت المثلث. اللي رصد بقى الضلع ده هو يا شباب هيعمل ايه؟ هيقوم قايس ده هو في اللوحه، يقوم قايسه ويشوف هل هو نفس اللي قاسه في الطبيعه ولا لا، يشوف هو نفس اللي قاسه في الطبيعه ولا لا. انا كنت قايسه في الطبيعه 10 متر، جيت بعد ما رسمت هنا لقيت 9 متر و 9 و 95 سنتي. اه ده عندك في خطأ في الدقة يا باشمهندس، ابدأ صلح، ابدأ صلح. بص هنا، هنا جيت اقيسه لقيته 9 متر 95 سنتي، في حين ان انا كنت اقيسه في الموقع كام؟ 10 متر. اكتشفت ان في خطأ ولا لا؟ اه اكتشفت ان في خطأ. طب الباشمهندس بقى اللي هو رسمهولي بثلاث رصدات بس، ما كانش معاه الا ثلاث ارصاد ضروريه بس، هل هيعرف ان في خطا؟ ما عرفش ان في خطا عنده، ما اكتشفش ان في ايه؟ خطا عنده. اللي اكتشف الخطا مين؟ اللي رصد رصده زياده. اللي رصد رصده ايه؟ زياده، هو اللي بقى اه قال الرصده الزياده دي كانت 10. جيت انا لما انا رسمت المثلث قاس الضلع ده لقى 9 95، يبقى عندي خطا، يبقى انا عندي في مشكله في الرسم بتاعي، ابدا اصلح الرسم تاني لحد ما اوصل ده من 9 95 لايه؟ ل 10. الناس فهمت يا شباب ليه انا برصد ارصاد زياده؟ عشان اعمل عمليه ضبط للدقه. ها اللي مش فاهم يقول مش فاهم، وانا عيد تاني، عايز الناس يكون ارصاد ضروريه دي اللي محتاجها عشان اعرف ارسم الشكل، وارصاد كليه دي اللي انا رصدتها بزياده من عندي، دي اللي رصدت الارصاد الكليه دي اللي انا نزلت الموقع واحد بيقول لي ارصد مثلث فكنت هرصد ثلاثه قمت رصد خمسه، قمت رصد خمسه، في عندي كام رصده زياده؟ اتنين. وظيفه الاتنين دول ايه؟ دول اشتراطات عشان اعمل ضبط الايه؟ للدقه، عشان اعمل ضبط للدقه. زي ما احنا قلنا كده نضبط الدقه، يعني نشوف ضلع هو ده اللي احنا الضلع ده هو ده اللي احنا قسناه في الطبيعه؟ لا مش هو، يبقى عندي فيه خطا، مقداره كام؟ كذا، ابدا صلح الخطا. اه الناس فاهمه يا شباب؟ تمام. المسائل في شبكات المثلثات الجيودسية بتيجي نوعين، المسائل مطلوب فيها تكتب الاشتراطات، يعني انت طلع عندك شرطين اهو اكتبهم، ها فالمسائل دي بتجي لي اي عدد من المجاهيل. خليكم بس يعني انا عارف النقطة دي مش هتفهموها دلوقتي، بس ده عبارة عن ملخص الاجزاء اللي احنا هنشرحها قدام، وفي مسائل تانية هتجيلي تحل حتى الآخر، يعني تجيب لي المجاهيل، يعني مش بس انك تقول لك انك انت انك عندك كام معادلة شرطية، لا ده انت كمان تجيب تصلح الأخطاء وتظبط الدقة بتاعتك كمان، تجيب المجاهيل. في المسائل ده هيكون عدد المجاهيل لا يزيد عن ثلاثة. خلاص دول نوعين المسائل يا شباب. دول نوعين المسائل اللي احنا هنبدأ ناخدهم. خلينا بقى يعني نشوف الاشتراطات اللي هي الأرصاد الزايدة ديت أنواعها إيه. حلو قوي. أنا عندي اشتراطات خارجية واشتراطات داخلية. اشتراطات خارجية واشتراطات داخلية. خلينا في الاشتراطات الخارجية الأول. الاشتراطات الخارجية يا شباب في ثلاث أنواع. أول حاجة مقياس الرسم. هو أنا يا شباب أجيب مقياس الرسم إزاي؟ عن طريق طول في الخريطة، طول في الطبيعة. جميل. اقسم طول الخريطة على طول المقابل ليه في الطبيعة. واحد قلت له إيه؟ جيب لي مقياس رسم الشبكة. مقياس رسم شبكة المثلثات، معاه شبكة مثلثات اهي. ها
فهو خد عامل يا ايه؟ اسطى، عندك الناس مش سامعين حاجة. الناس كلها مش سامعه ولا عندك بس هندسه؟ لا الصوت تمام يا باشمهندس، صوت تمام، يبقى لا النت الصوت عندك، كويس عادي. يبقى النت عندك انت يا هندسه في مشكله. واحد قلت له انزل جيب لي مقياس رسم الشبكه، بس ركز. فقام الراجل ده نزل عامل ايه؟ قام قايس الضلع دوت في الطبيعه، قاسه في الطبيعه وقاسه في الخريطه وقام حلو. واحد تاني شاطر بقى، واحد تاني شاطر قام عامل ايه بقى؟ قاس مقياس الرسم من الخط ده وقام رايح على خط تاني زي الخط ده هو قايس طوله في الخريطه والطبيعه وجايب كمان مقياس الرسم. يبقى جاب كم مقياس رسم؟ جاب مقياس الرسم عن طريق خطين، جاب مقياس الرسم عن طريق خطين. وبالتالي انا عايز بس الناس عشان ما عادش تعمل ميوت للمايك، الناس بس تقفل المايك بحيث ايه ما يبقاش فيه دوشه، اللي عايز يسال بس يشغله ممكن وبعد كده أنا تفتح. مثلا ممكن اتفضل. نعيد الدقيقة أو الدقيقة ونص اللي فاتوا دول، لأن ما كانش في صوت ظاهر عندي. ماشي، ما فيش مشكله، انا الجزء اللي فات ده ملوش لازمه خالص، الجزء اللي انا شرحته فوق ده خليه بس دلوقتي، لان احنا عشان ما تتوهش يعني. خليك معايا من اول الاشتراطات، قلنا الاشتراطات والاشتراطات الشبكه اللي قدامنا دهيت، الشبكه اللي قدامنا دي، واحد بقول له واحد انزل جيب لي مقياس الرسم، فقاس الضلع ده في الخريطه والطبيعه وجاب مقياس الرسم. واحد تاني شاطر بقى معامل ايه؟ قاس الضلع ده في الخريطه والطبيعه وجاب مقياس الرسم، وقاس الضلع ده في الطبيعه والخريطه وجاب مقياس الرسم. هو جاب ليه مقياسين الرسم؟ حسبه مرتين ليه؟ عشان يعمل تحقيق للدقه بتاعته، عشان يعمل تشيك ان شغله مظبوط. يبقى انا لو قدرت اجيب مقياس الرسم عن طريق خطين هقدر ازود الدقه. ها، واحد تاني قام قايس الخط ده وكمان وقام جايب مقياس الرسم. المفروض الشبكه دي ليها مقياس رسم واحد، هو جابه عن طريق ثلاث اضلاع، جابه عن طريق ثلاث ايه اضلاع. ده ليه؟ عشان يزود الدقه، عشان لو في خطا يكتشفه. الموضع تاني شرط هو الموضع، الموضع يعني المكان. واحد بقول له فين مكان الشبكه دي؟ فقام نازل جايب لي احداثي نقطه، ركز بقى معايا، جاب لي احداثي ايه؟ نقطه. فواحد تاني اشطر هو نقطه تكفي انه يرسم الشبكه. واحد تاني اشطر قام جايب قال لي هجيب لك احداث نقطتين يا باشمهندس. ليه؟ ركز بقى معايا، هي النقطه الاولى ده هي وظيفتها ان انا ارسم الشبكه. طب النقطه التانيه دي وظيفتها ايه؟ لما انا بقى ارسم الشبكه واجيب النقطه ده هي هقارن احداث النقطه ده هي بالاحداث اللي انا قيسته في الطبيعه واقدر اعمل تحقيق للدقه، اقدر اعمل تشيك ان شغلي مظبوط. واحد تالت قام قايل لي ايه؟ ده انا مش هقيس لك اتنين بس، ده انا هقيس لك النقطه دي كمان. ليه؟ عشان يقدر يشوف النقطه دي احداثيها هو الاحداث اللي حسبه في الموقع ولا لا، وبالتالي يقدر يجيب، يقدر يعمل ضبط للدقه بتاعته. يبقى انا لما اقول لك جيب مقياس الرسم انت المفروض تجيبه لي من ضلع واحد، جبته من ضلعين؟ انت عشان تعمل تشيك ان شغلك مظبوط. جيت اقول لك جيب لي موضع الشبكه، جبته لي من نقطه واحده، واحد تاني جايبه لي من نقطتين. يبقى هو عايز يعمل تحقيق وضبط للدقه، يبقى عنده ارصاد زياده. التوجيه الاتجاه، واحد بقول له اتجاه الشبكه دي فين؟ قام جايب قايس لي انحراف الضلع ده. واحد تاني مقيس لي انحراف الضلع ده وانحراف الضلع ده كمان. ليه؟ كل ما تجيب ارصاد زياده كل ما تقدر تتحكم في دقة الشغل بتاعك، تقدر تعمل ضبط للدقة بتاعتك. يبقى أي رصدة زيادة، أي رصدة زيادة معناها إيه؟ معناها اشتراطات ومعادلات شرطية أقدر أظبط بها الدقة. يبقى الاشتراطات الخارجية يا شباب كم نوع؟ مقياس الرسم، موضع، توجيه. مقياس الرسم تجيبه بخط، جبته من خطين يبقى أنت جبت معادلة زيادة. الموضع تجيبه من نقطة إحداثي نقطة، جبت ثلاث احداثيات يبقى انت جبت معادلتين زياده تقدر تعمل بهم ضبط للدقه. التوجيه جبت انحراف خط، اتجاه خط، لو انا جبت اتجاه خطين يبقى جبت معادله زياده. فاهمين يا شباب الكلام ده؟ تعال نشوف الاشتراطات الخارجيه، تعال نشوف الاشتراطات الخارجيه دي بقى المهمه بقى اللي هيبقى عليها المسائل يا شباب. المسائل مش بتيجي على الاشتراطات الخارجيه، المسائل بتيجي على الاشتراطات الداخليه. الاشتراطات الداخليه يا شباب في ثلاث انواع ليها، اشتراطات محليه، مثلثية، ضلعية. اشتراطات محلية ومثلثية وضلعية. يعني ايه محلية ويعني ايه مثلثية ويعني ايه ضلعية؟ خلينا بقى نبدأ في واحدة واحدة منهم، وهما دول اللي هيبقى فيهم شغل المسائل. يبقى شغل المسائل عشان الناس ما تتوهش برضه، عيب تاني، انت لما يبقى عندك شكل هندسي محتاج ارصاد ضرورية
عشان تعرف ترسم الشكل، فانت نزلت الموقع جبت ارصاد كليه عدد اكبر من الضروري. الزياده ديت بنسميها ايه؟ ارصاد زايده. بستخدمها ان انا اعمل ايه؟ معادلات شرطيه اقدر اعمل بها ضبط للدقه. المعادلات الشرطيه يا شباب في انواعها ايه؟ ها، في محليه، في مثلثيه، في ضلعيه. ده الملخص اللي احنا عايزين نبدا بيه التفاصيل بقى، الدخول في التفاصيل. يعني ايه شرط محلي؟ يعني ايه شرط محلي؟ اول شرط محلي عندي شرطين يا شباب. اول شرط فيهم مجموع عده زوايا تساوي زاويه واحده. مجموع عده زوايا تساوي زاويه واحده. بص على الشكل ده كده، ها، بص على الشكل ده كده. زاويه واحد وزاويه اتنين وزاويه تلاته ايه علاقتهم ببعض يا شباب؟ زاويه تلاته تساوي زاويه واحد زائد زاويه ايه؟ زائد زاويه اتنين. زاويه واحد بتساوي واحد زائد اتنين بتساوي زاويه ايه؟ تلاته. يبقى مجموع عدة زوايا تساوي زاوية ايه؟ واحدة. دي معادلة. دي معادلة يا باشمهندس. مش انت معاك بقى قست الثلاث زوايا؟ بص كده هكتب المعادلة ازاي بقى. زاوية واحد ديت بيبقى في خطأ جنبها، يبقى زاوية واحد زائد الخطأ بتاعها. زاوية اتنين زائد الخطأ بتاعها بيساوي زاوية ثلاثة زائد الخطأ بتاعها فيه ثلاثة. وانت مش انت كتبت المعادلة بالطريقة دي ليه؟ مش انا اصلا معايا واحد واثنين ومعايا ثلاثة؟ عشان افهمك هقول لك حاجه جميله قوي. زاويه واحد وليكن لقيتها 31 درجه، وزاويه اتنين لقيتها 40 درجه. ها، زاويه واحد لقيتها 31 درجه، وزاويه اتنين 40 درجه، وزاويه تلاته وانا بقيسها في الموقع لقيتها 70 درجه. ركز بقى معايا، هل شغلي مظبوط ولا في خطأ؟ يا شباب الناس تجاوبني. في خطأ. شغلي فيه خطأ. ليه يا شباب شغلي فيه خطأ؟ لأن المفروض الطبيعي إن واحد واثنين يساوي ثلاثة. أنا قست واحد لوحدها لقيتها 31 درجة، قست اثنين لوحدها لقيتها 40 درجة، قست ثلاثة لوحدها لقيتها 70 درجة. المفروض 31 و40، ده 71، في حين إن ثلاثة طلعت 70. يبقى عندي فيه أخطاء ولا لأ؟ لكن أنا هستخدم بقى المعادلة دهيت عشان أشوف الخطأ فين. الخطأ قد يكون في واحد، ها، او قد يكون في زاويه اثنين، او قد يكون في زاويه ثلاثه. الخطأ قد يكون في ال 31 درجه، وممكن يكون في ال 40 درجه، وممكن يكون في ال 70 درجه. عشان كده لما تيجي تكتب واحد واثنين بيساوي ثلاثه تكتب ايه؟ واحد زائد فيه واحد، اثنين زائد فيه اثنين، ثلاثه زائد فيه ثلاثه. انت بقى وظيفتك يا هندسه ان انت تجيب ايه؟ تعرف تجيب الفيه واحد والفيه اثنين والفيه ثلاثه. تقدر تجيب الخطأ اللي في زاويه واحد والخطأ اللي في زاويه اثنين والخطأ اللي في زاويه ثلاثه. دول كم مجهول؟ دول ثلاث مجاهيل يا باشمهندس. يبقى انا محتاج كام معادله؟ ثلاث ايه؟ معادلات. ديت هي اول معادله بس. يبقى انت عشان تعرف اديك معادله واحده واقول لك تعرف تجيب لي الخطا، مش هتعرف تجيبه. ها، هل يا شباب لو انا قلت لك واحد واثنين وثلاث الشكل ده هل تعرف تطلع الاخطاء؟ لا يا باشمهندس، ده الشكل ده في معادله واحده بس، في معادله واحده بس اللي هي واحد واثنين بيساوي ثلاثه، في حين ان انا عندي ثلاث اخطاء، فيه واحد فيه اثنين فيه ثلاثه. ما ينفعش، يبقى انا لازم يكون عندي ثلاث معادلات. الناس تركز بقى يا شباب على واحد زائد فيه واحد واثنين وفيه اثنين بيساوي ثلاثة وفيه ثلاثة. جيب لي المجاهيل كلها في طرف. بص كده المجاهيل، فيه واحد وفيه اثنين، ودي فيه ثلاثة الناحية التانية بإشارة سالب، يبقى ناقص فيه ثلاثة. بص كده الواحد والاثنين ودي عليهم الثلاثة بإشارة ناقص، يبقى واحد واثنين ناقص ثلاثة. مش دول أرقام؟ مش دول أرقام؟ دول أرقام موجودين، اللي هي ال 31 درجة وال 40 درجه وال 70 درجه. اجمعهم على بعض وخلصهم واديني رقم وليكن هو لام زائد او ناقص لام. يبقى انا هنا يا شباب عندي ايه؟ هعوض عن 1 و2 و3 بلام. يبقى انا دلوقتي عندي المعادله يا شباب بتقول ايه؟ فيه 1 زائد فيه 2 ناقص فيه 3 زائد او ناقص لام يساوي ايه؟ يساوي 0. دي معادله. لو انت عرفت بقى تجيب ثلاث معادلات لفيه واحد وفيه اثنين وثلاثة تعرف تجيب الأخطاء اللي هي فيه واحد وفيه اثنين وفيه ثلاثة. يبقى أول شرط محل معانا إيه؟ مجموعة عدة زوايا تساوي زاوية إيه؟ واحدة. بس في شرط تاني، مجموع عدة زوايا حوالين نقطة بكام درجة؟ ها؟ 360 درجة. تعال نشوف الشرط ده. لو أنا مديك شكل زي ده وقست واحد واثنين وثلاثة، قست واحد واثنين وثلاثة، لقيت مثلا إن واحد 120 درجة، واثنين 120
و30 درجة، 120 و130، ادى 250. قست الزاوية المفروض يبقى افضل 110، لقيت ديت 112. هل مجموعهم 360؟ لا، مش مجموعهم 360، يبقى في خطأ. يبقى انت بتقيس ثلاث زوايا وتعمل تشيك. يعني مثلا عشان انا بديك مثلث اهو، وانا اعرفه كمان شويه الحاجه دي، بديك مثلث، انت قست لي الثلاث زوايا دول في الموقع، قست لي الثلاث زوايا دول في الموقع، المفروض مجموع الثلاث زوايا دول كام؟ 180 درجه. انت ما لقيتهمش 180 درجه، عشان لقيتهم 180 وشويه او 180 وشويه، يبقى عندك اخطاء وانت بتقيس في الموقع، لازم تصلحها. هي دي الفكره يا شباب. عندي ثلاث زوايا حوالين النقطه، المفروض مجموعهم كام؟ 360. يبقى المفروض ايه؟ واحد واثنين وثلاثة 360. أنا هكتبهم إيه بقى؟ لأن أنا عارف إن في خطأ. هقول واحد زائد فيه واحد، واثنين زائد فيه اثنين، وثلاثة زائد فيه ثلاثة بيساوي 300 وإيه؟ و60. وخليها معادلة صفرية، يبقى فيه واحد وفيه اثنين وفيه ثلاثة، وواحد واثنين وثلاثة، ودي 360 الناحية التانية. الواحد واثنين وثلاثة دول يا شباب مش دول رقم؟ ممكن أعوض عنهم ب لام، ممكن اعوض عنهم بلام، يبقى فيه واحد وفيه اثنين وفيه ثلاثة زائد او ناقص لام بيساوي صفر، حيث لام ده عبارة عن الناتج بتاع واحد واثنين وثلاثة ناقص 360. يبقى عندي نرجع تاني نقول الشروط المحلية كام شرط؟ مجموع عدة زوايا حوالين نقطة، مجموع عدة زوايا بتساوي زاوية واحدة، مجموع عدة زوايا بتساوي واحد زاوية واحدة، واحد واثنين بيساوي ثلاثة. والشرط الثاني، ها الشرط ده، مجموع عدة زوايا حوالين نقطة 360 درجة. يبقى عندي كام نوع من الشروط المحلية؟ اتنين. جميل قوي، تعال نفهم يعني ايه. وطبعا الشروط المحلية ديت بستخدمها عشان اعمل ايه؟ ضبط للدقة. يعني ايه ضبط للدقة؟ يعني تجيب الاخطاء فيه واحد وفيه اتنين وفيه ثلاثة وهكذا. تعال نشوف النوع الثاني من الاشتراطات، الاشتراطات المثلثية. الاشتراطات المثلثية مجموع زوايا اي شكل بيساوي ايه يا باشمهندس؟ 180 في نون ناقص 2، دي المعادله اللي بتجيب لي زوايا اي شكل المثلث، حيث نون دي عباره عن ايه؟ نون عدد اضلاع او رؤوس الشكل. لو عندي مثلث كام راس وكام ضلع؟ 3، يبقى احط نون ب3، يبقى 180 في 3 ناقص 2، يبقى مجموع زوايا المثلث 180. الشكل الرباعي، حط نون ب4، يبقى 4 ناقص 2 في 180 ب360. شكل خماسي 540، شكل سداسي 720، وهكذا. يبقى المعادله اللي بتجيب لي الزوايا الداخليه لأي شكل 180 في ناقص 2. لو أنا بقى مديك شكل زي ده يا باشمهندس، ومديك زاوية 1 و2 و3 و4، المفروض المجموع النظري يطلع كام؟ 360. جيت أنت تجمع الزوايا لقيتها مثلا 360 و20 دقيقة. 360 و20 دقيقة. في خطأ؟ في خطأ يا باشمهندس. يا ترى الخطأ طالع من زاوية واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة؟ هي دي الفكرة. إذا أنا هقول إيه؟ هقول واحد زائد فيه واحد، واتنين زائد فيه اتنين، وتلاتة زائد فيه تلاتة، وأربعة زائد فيه أربعة، كل دول مجموعهم بيساوي كام؟ 360 إيه؟ درجة. طب أنت ليه يا باشمهندس حطيت فيه واحد واتنين وتلاتة وأربعة؟ ما كنت تقول واحد واتنين وتلاتة وأربعة بيساوي 360. ما هو يا باشمهندس أنا بعمل معادلة. انا بعمل معادله لان جيت اجمع واحد واثنين وثلاثه واربعه لقيتهم مش مساويين 360 بالظبط. اذا في اخطاء، عشان تجيب الاخطاء لازم أن تعمل معادله. المعادله دي يا شباب هتجيب الفيه واحد والفيه اثنين والفيه ثلاثه والفيه اربعه جنب بعض، الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه، وتودي لهم ال 360، دول كلهم هيطلع رقم واحد، رقم ده ناتج بيساوي صفر. دي معادله من كم مجهول؟ اربع مجاهيل. عشان تجيبهم يلزم كم معادله؟ اربع معادلات. طب انا عندي مثلث، ها المثلث ده يا شباب المعادله بتاعته تقول ايه؟ معادله الشرط المثلثه تقول ايه؟ واحد زائد فيه واحد، اتنين زائد فيه اتنين، تلاته زائد فيه تلاته بيساوي كام درجه؟ 180 درجه. عندي شكل خماسي، واحد زائد فيه واحد، اتنين زائد فيه اتنين، تلاته زائد فيه تلاته، اربعه زائد فيه اربعه، خمسه. يبقى الشرط المثلثي مجموع اي زوايا اي شكل بيساوي 180 في نون ناقص 2، هي معادله واحده بس للشرط المثلثي اي شكل هندسي. المعادلات دي هنستخدمها عشان نعمل ايه؟ عشان نجيب الدقه، نزود الدقه بتاعتي ونجيب المجاهيل. شكل زي اللي قدامنا ده يا شباب، ركز بقى معايا كده. لو انا وصلت القطرين كده وجبت نقطة زي دي، بس النقطة زي دي مفيش هنا زوايا، خد بالك أنا ما قستش هنا زوايا، الزوايا فقط اللي قستها هي الزاوية دي ودي ودي ودي،
هل ينفع تقول لي اه ده مثلث يا باشمهندس وده مثلث وده مثلث وده مثلث، ما مجموع زوايا المثلث 180؟ ما هو يا باشمهندس اصلا انت مش معاك الزاويه الصغيره دي صح، ومش معاك الزاويه الصغيره دي، ومش معاك الزاويه الصغيره دي، يبقى انا اصلا مش هعرف اكون مثلثات. امتى اكون مثلثات بقى؟ لما تكون معاك الزاويه دي والزاويه دي، بص الزوايا الصغيره دي كلها تكون معاك، تقدر بقى تكون مثلثات. يبقى هنا مفيش شرط مثلثي لكل مثلث، هو في بس للشكل الرباعي زي اللي احنا قلناه من شويه اللي هو ده. الكلام ده نفهمه اكتر في الامثله، خد بالك. يبقى كده خدنا محليه مثلثيه، هناخد دلوقتي الشرط الاشتراطات الضلعيه. بص بقى يا باشمهندس، الاشتراطات الضلعيه ببساطه بتدور على نقطه قطب، نقطه قطب، نقطه مركز، نقطه واصل منها اضلاع لكل نقط رؤوس الشبكه، نقطه واصل منها اضلاع لكل نقط رؤوس الايه الشبكه. تعال بص على الشكل ده كده، هي ايه النقطه اللي طالع منها اضلاع لبقيه الرؤوس؟ اه يا باشمهندس نقطه ميم، نقطه ميم دي نقطه بنسميها نقطه قطب، نقطه قطب بولر، طالع منها اشعه واضلاع لبقيه الرؤوس. يبقى انا عندي هنا شرط ضلعي عند نقطه ميم. طب في هنا كام شرط مثلثي؟ ها؟ في هنا كام شرط مثلثي في الشكل ده؟ شباب مثلثي اللي هو مجموع الزوايا شكل هندسي بيساوي 180 في ناقص 2. ها؟ حد يعرف يقول؟ ها محدش عارف؟ شرط مثلثي واحد يا شباب، مش احنا قلنا لو احنا معانا الزوايا الداخلية لأي مثلث نقدر نجيب شروط مثلثيه؟ طب المثلث ده اهو، هل انا معايا الزوايا الداخليه؟ لا، معايا سبعه او سته بس مش معايا الزاويه ده اهي، يبقى مش هعرف اقول مجموع زوايا المثلث 180. هنا شرط مثلثي واحد اللي هو ايه؟ مجموع زوايا الشكل الرباعي كام؟ 360. هتقول ايه؟ 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8 بيساوي كام درجه؟ 360 ايه؟ درجه. ده بالنسبه للمثلثي. خلينا بقى احنا دلوقتي في الضلعي. الضلعي نقطه ميم نقطه قطب. بص بقى يا شباب، اختار نقطة ميم، بص طالع منها خط لب والجيم والدال والالف لنقط الرؤوس كلها، نختار خط بداية وليكن ميم الف، اختار خط تبدأ منه وليكن ميم ايه؟ الف، ده خط بداية. حلو قوي، ونمشي مع عقارب الساعة مثلا، يعني ايه؟ ميم الف بعديه الضلع اسمه ايه؟ ميم ب، بعديه الضلع اسمه ميم جيم، بعديه الضلع اسمه ميم دال. بص كده هتعمل بسط ومقام اهو، ميم الف ميم ب ميم جيم ميم د. جميل، ما هو ده اللي احنا الاضلاع اللي احنا مشينا بيه. مش احنا بدأنا بميم ميم الف، فوته، ابدأ بميم ايه؟ ب، يبقى ميم ب وميم جيم وميم د وميم الف، تكتب تحت في المقام كده ميم ب وميم جيم وميم د وميم الف بيساوي واحد. يبقى تاني يا شباب الخطوه دي مهمه قوي، بس تركز فيها، صعبه شويه، صعبه. ها، هنعمل بسط ومقام، هنكتب في البسط الاضلاع مترتبه في ترتيب دوري واحد. يعني ايه؟ انا بدات بميم الف، اللي بعديه ميم ب، اللي بعديه ميم جيم، اللي بعديه ميم دال. حلوه، ولما ننزل على المقام فوت اول واحد اللي هو ميم الف، فوته، ابدا بتاني واحد اللي هو ميم ب، اهو ميم ب ميم جيم ميم دال ميم ايه الف. جميل قوي، هو احنا كتبناهم كده ليه اصلا؟ دي مش معادله، هي في معادله اسمها كده ميم الف؟ لا، ده مش معادله اصلا، انا كتبتها كده عشان اقول لك حاجه مهمه قوي. عارف الاثنين اللي فوق بعض ده همت؟ ميم الف على ميم ب. ميم الف هكتب مكانها ايه؟ ركز بقى كده، هنشوف الزاويه اللي قبال ميم الف في المثلث ميم الف ب. ركز كده، هو ميم الف وميم ب، ايه المثلث اللي بيجمعهم يا شباب؟ اهو ميم الف اهو وميم ب وميم ب اهوت، ايه المثلث اللي بيجمعهم؟ ميم الف ب. حلو قوي، ايه الزاويه اللي قبال ميم الف في المثلث ميم الف ب؟ الزاويه دهيت اللي هي زاويه ايه؟ واحد، اللي هي زاويه ايه؟ واحد. هي يا شباب زاويه ايه؟ واحد. يبقى هنا هتقول جا واحد زائد الخطأ بتاعها. تاني تاني تاني، انا كتبت الاضلاع مترتبه في ترتيب دوري واحد اهو، وقمت مفوت اول ضلع وبادئ من الثاني وبرضه في نفس الترتيب اهو، خد لي كل اثنين فوق بعض هنكون بينهم معادله اهو،
دول وبعد كده دول وبعد كده دول وبعد كده دول، كل اتنين نكون منهم ايه؟ معادلة. جميل قوي. ميم ألف وميم ب يا شباب، ايه المثلث اللي بيجمعهم؟ المثلث ميم ألف ب، ميم ألف ب ده المثلث اللي بيجمعهم. انا هعمل بسط ومقام، هكتب ايه في البسط وهكتب ايه في المقام؟ حلو قوي. البسط هتاخد الزاويه اللي قبال ميم ألف وموجوده في المثلث ميم ألف ب، الزاويه اللي قبال ميم ألف في المثلث ميم ألف ب اللي هي زاويه واحد، تقوم قايل ايه؟ جا واحد زائد فيه واحد. حلو الكلام. تعالى تحت في المقام، ها الدور اسمه ايه؟ ميم ب. خد الزاويه اللي قبال ميم ب في المثلث ميم ألف ب، ادي الضلع ميم ب اهو، ايه الزاويه اللي قباله في المثلث ميم ألف ب؟ زاويه كام؟ 8. يبقى جا 8 زائد فيه 8. اللي ما فهمش يركز في الثانيه. الضلعين دول اسمهم ايه؟ ميم ب جيم. ميم ب وميم جيم، ايه المثلث اللي بيجمعهم؟ يبقى ميم ب وميم جيم، ده المثلث الايه؟ اللي بيجمعهم. ده المثلث يا شباب اللي بيجمعهم. هنيجي في المثلث بقى ده هوت، هنقول ايه الضلع اللي قبال، ايه الزاويه اللي قبال ميم ب وموجوده في المثلث ميم ب ج، ادي الضلع ميم ب، ايه الزاويه اللي قباله؟ زاويه كام؟ 3. يبقى جا 3 زائد ف 3. تعالى على الضلع اللي تحت اسمه ايه؟ ميم ج. ايه الزاويه اللي قبال ميم ج وفي المثلث ميم ب ج؟ ادي ميم ج اهو، ايه الزاويه اللي قباله؟ زاويه 2. يبقى جا 2 زائد ف ايه؟ 2. تعالى على الضلعين اللي بعد كده، ميم ج وميم ايه؟ ميم د. المثلث بتاعهم اهو ميم ج وميم د. ايه الزاويه، تعالى الضلع اللي فوق اللي في البص اسمه ايه؟ ميم ج. ايه الزاويه اللي قبال ميم ج في المثلث ده؟ 5. يبقى جا 5 زائد ف 5. تعالى على الضلع اللي تحت ميم د، ايه الزاويه اللي قبال ميم د؟ ها زاويه 4. يبقى جا 4 زائد ف 4. تعالى على اخر ضلعين، ميم د وميم الف، ميم د وميم الف، ادي المثلث اللي بيجمعهم. الضلع اللي في البص اسمه ايه؟ ميم د. ايه الزاويه اللي قبال ميم د في المثلث ميم د الف؟ ادي ميم د، الزاويه اللي قباله 7. يبقى جا 7 زائد ف 7. ايه الزاويه اللي قبال ميم الف؟ ها اللي قبال ميم الف في المثلث هتبقى زاويه ايه؟ 6. يبقى جا 6 زائد ف ايه؟ 6. فهمنا يا شباب الكلام ده بيساوي 1. يبقى احنا عملنا الحركه دهيت ان احنا نعمل بسط ومقام والاضلاع نرتبها ونفوت ضلع ده عشان نكون المعادله دي. مين ما فهمش يا شباب ازاي نجيب الزوايا اللي تحت ديت؟ مين ما فهمش دي جت منين؟ اللي ما فهمش يقول. ها الناس فاهمه يا شباب كلها؟ تمام. يبقى احنا دلوقتي بنعمل بسط ومقام، نكتب الاضلاع في البسط مترتبه ترتيب دوري واحد، نيجي في المقام نفوت اول ضلع ونكمل نفس الاضلاع في الترتيب، ناخد كل ضلعين فوق بعض نشوف المثلث اللي بيحويهم ونشوف كل ضلع الزاويه قباله ايه ونكتب المعادله دي. حلو قوي. تعالى بقى نشوف هنكمل. احنا كل ده بنكتب شرط اسمه شرط ضلعي واحد، اللي هو بدأ من نقطه ايه؟ بدأ من نقطه ايه؟ ميم. ادى المعادله اللي احنا لسه كاتبينها اهي. بنعمل ايه بقى؟ بنقول خد لوغاريتم الطرفين، خد لوغاريتم الطرفين، لوغاريتم الطرفين طبعا دي واحد، بسط ومقام بيساوي واحد، يبقى البسط بيساوي المقام، طرفين في وسطين يبقى البسط بيساوي المقام. خد لوغاريتم بقى الطرفين، يبقى لوغاريتم جا واحد زائد فيه واحد، اللوغاريتم يتوزع، لوغاريتم جا 3، لوغاريتم جا 5، لوغاريتم جا 7 بيساوي الطرف الثاني، لوغاريتم جا 2، ولوغاريتم جا 4، ولوغاريتم جا 6، ولوغاريتم جا ايه؟ 8. يبقى الطرف اليمين خدت لوغاريتم ليه وخدت لوغاريتم للطرف الشمال. طب حلو قوي، هو لوغاريتم واحد زائد فيه واحد بتتفك ازاي؟ ها خد بالك، احنا هناخد بقى جزء جزء. لوغاريتم واحد زائد فيه واحد، هي واحد ديت رقم ولا مش رقم؟ اه واحد ده رقم يا باشمهندس، يعني ممكن 30 درجه 40 درجه زاويه. فيه واحد ده ايه؟ فيه واحد ده مجهول، خد بالك فيه واحد ده مجهول. لوغاريتم جا واحد زائد فيه واحد بتتفك ازاي؟ لوغاريتم جا الزاويه زائد دلتا الزاويه في فيه الزاويه. ها لوغاريتم جا واحد، جا واحد زائد فيه واحد بتساوي ايه؟ لوغاريتم جا الزاويه واحد زائد دلتا واحد في فيه واحد. مش هو يا باشمهندس
الزاوية واحد ده رقم، إذا لوغاريتم ده واحد ده هيطلع رقم. جميل، حلو الكلام. طب ف واحد يا باشمهندس، ده ف واحد ده مجهول أصلا. هو أنا عارف إن هيبقى في مجهول في المعادلة اسمه ف واحد، وإحنا عايزين نجيبه عشان نحقق نزود الدقة ونجيب الأخطاء. أمال إيه دلتا واحد؟ دلتا واحد دي يا شباب بتنجاب إزاي؟ دلتا واحد لزاوية واحد بتقول لوغاريتم جا زاوية واحد ضيف عليها واحد ثانية ناقص لوغاريتم جا الزاوية. يعني إيه؟ ركز بقى معايا تاني، الحتة دي صعبة شوية. إحنا خدنا لوغاريتم الطرفين، لوغاريتم متوزع، لوغاريتم جا واحد زائد ف لوغاريتم جا ثلاثة زائد ف ثلاثة وهكذا. تعال نشوف حتة حتة بقى. لوغاريتم جا واحد زائد ف واحد، وزعت لي اللوغاريتم إزاي يا باشمهندس؟ لوغاريتم جا الزاوية واحد زائد دلتا الزاوية في ف الزاوية. لوغاريتم جا واحد زائد دلتا واحد فيه واحد، اللي انا مش عارفه هو دلتا واحد، لان لوغاريتم جا واحد ده رقم هحسبه على الاله الحاسبه، وفيه واحد ده المجهول، انا عارف ان في مجهول. ايه دلتا واحد؟ دلتا واحد بص يا شباب، امسك الزاويه ضيف عليها واحد ثانيه وخد لوغاريتم جا ليها ناقص لوغاريتم جا الزاويه من غير ما تضيف واحد ثانيه. يعني مثلا لو زاويه واحد دي 30 درجه، يبقى لوغاريتم جا 30 درجه وواحد ثانيه ناقص لوغاريتم جا 30 ايه درجه. يبقى احنا في الاخر، في الاخر هتبقى دلتا واحد دي رقم ولا مش رقم؟ اه رقم معروف، ما انا حسبته على الاله الحاسبه اهو. لوغاريتم جا زاويه واحد ضفت عليها واحد ثانيه ناقص لوغاريتم جا الزاويه من غير ما اضيف عليها واحد ايه ثانيه. حد فهم الكلام ده شاب؟ الناس بقى تتجاوب معايا كده، اللي فهم يقول لي فهم، واللي ما فهمش يقول لي ايه ما فهمش. ماشي يا باشمهندس، بس عايزين نسلم الأرقام بقى. تمام، مفيش مشكلة. مع الأمثلة يا شباب، مع باشمهندس طب الأمثلة. هو معلش بس، هو الدلتا دي هتبقى ايه؟ يعني ايه المفهوم بتاعها؟ تعبر الدلتا عن يا ايه؟ باشمهندس، الدلتا يا باشمهندس هو فك اللوغاريتم، لوغاريتم جا واحد زائد فيه واحد. لوغاريتم جا لما تيجي تخش على القوس اللي هو واحد زائد فيه واحد ده، لوغاريتم جا واحد ده خلاص في طرف، والتصحيح فيه واحد بيبقى منضرب في معامل اسمه دلتا واحد. معامل اسمه دلتا واحد، ودلتا واحد ده رقم، ده عباره تمام. عن كله على بعضه، ده عباره عن ايه؟ فك لوغاريتم جا واحد زائد فيه واحد. في الاخر عشان ما تتوهش نفسك يا هندسه، دلتا واحد ده رقم، لوغاريتم جا واحد ده رقم، ايه المجهول الوحيد هنا؟ هو فيه ايه؟ جميل، اللي احنا عايزين نوصله عشان نعمل نجيب الاخطاء وبالتالي نحسن الدقه بتاعتي. في الاخير يا شمسين، المعادله هتبقى ايه؟ لوغاريتم جا واحد زائد دلتا واحد فيه واحد، لوغاريتم جا 3 زائد دلتا 3 فيه 3، لوغاريتم جا 5 زائد دلتا 5 فيه 5. معادله كبيره قوي. هو احنا مش هنعرف نحل المعادله دي؟ اه هنعرف نحلها يا باشمهندسين، بس خليكم بقى حل المعادله دي في الاخر. احنا النهارده عايزين ايه؟ عايزين نفهم يعني ايه شرط مثلثي، يعني ايه شرط ضلعي، يعني ايه شرط محلي، نفهم الشروط ديت. لكن النهارده مش هنحل معادلات، مش هنعرف نجيب فيه واحد وفيه اثنين وفيه ثلاثه، مش هنعرف نجيب الاخطاء دي النهارده، لسه قدام. امال النهارده احنا هنعمل ايه؟ النهارده هنطلع معادلات شرطيه بس مش هنعرف نحلها، مش هنحلها النهارده. عشان الناس بس بلخص الدنيا عشان الناس ما تتوهش. الرموز في شبكات المثلثات. الخط دوت يا شباب خط متصل، الخط المتصل ده بسميه خط مرصود من الاتجاهين. يعني ايه مرصود من الاتجاهين؟ يعني انا وقفت هنا بسطت، وقفت هنا وخدت ارصاد. ده اسمه خط مرصود من الاتجاهين. طب تعالى بص على الخط اللي تحتيه كده. الخط ده انا وقفت هنا بس، يبقى ده خط مرصود من اتجاه ايه؟ واحد. خط مرصود من اتجاه واحد، انا هنا يعتبر ما ترصدش من الحته دي، ما ترصدش، طالما نقط كده ما ترصدش. يبقى دي بالنسبه للخطوط، خط مرصود في الطرفين من اتجاهين، وده خط مرصود في اتجاه واحد. تعال نشوف النقط. النقطه ديت بص كده، الاضلاع دي منقطه، ده ضلع منقط وده ضلع منقط وده ضلع منقط، يبقى ما فيش ولا رصده تمت هنا، يبقى النقطة ده هي نقطة غير ايه؟ محتلة. تعال بص على النقطة المحتلة دي، بص كده، انت وقفت هنا ورصدت، الضلع ده مرصود والضلع ده مرصود والضلع ده مرصود، اذا النقطة دي محتلة، محتلة بالجهاز واترصد منها ثلاث اضلاع. جميل. طب تعال بص على النقطة دي بقى، ها اترصد منها الضلع ده واترصد منها الضلع ده، بس ده ما اترصدش، ها واترصد، ده اترصد لكن ده ما اترصدش، ها يعني اترصد منها بعض ارصاد وما اترصدش منها بعض ارصاد. ايوه بس تعتبر محتله، ما انا احتلتها خلاص. يبقى النقطه المحتله يا شباب انها قد تكون اترصد منها جميع الاضلاع اللي طالعه من النقطه او بعضها، او بعضها،
لكن النقطه الغير محتله اصلا ما فيش ولا رصده تمت عندها، يبقى انا اصلا ما وقفتش عندها بالجهاز، يبقى اسمها غير ايه محتل. الكلام ده معلش هندسة اتفضل. اللي في النص، هندسة مش النقطة اللي في النص، في الرسمة اللي في النص دي النقطة دي محتلة ومرصودة. بالظبط طب النقطه ما ديت هي صح، النقطه ديت هي رصدت محتلة ده ومرصودة. ورصدت ده، حلو كده. تمام. لا بص خد بالك، النقط وقايلين يتقال طب عليها، بص يا باشمهندس النقط، اتفضل أكمل السؤال. كمل السؤال. النقطة دي مرصودة من الثلاث خطوط اللي هم متصلين، جميل والخطين الداش، النقطة اللي في نهايتهم اللي هي أولها متصل دي اللي هي من فوق دي مرصودة برضه. بص يا هندسه، مفيش حاجه اسمها نقطه مرصوده، في حاجه اسمها نقطه محتله. جميل، انا احتليت النقطه ديت، رصدت منها الضلع ده والضلع ده والضلع ده، يعني وجهت الجهاز بتاعي ناحيه الاضلاع دي، يبقى رصدت منها 3 اضلاع بس ما رصدتش منها ده ولا ده، يبقى النقطه ما اسمهاش نقطه مرصوده، لا ده نقطه محتله وانا رصدت منها الاضلاع، وانا رصدت منها الاضلاع، فاهمني؟ اللي يتقال عليه مرصود هو الخط. انا قصدي ان الخط اللي هو الخط اللي قلنا ما اترصدش ده، الخطين اللي ما اترصدوش نهايتهم نقطة مرصودة صح؟ اي باشمهندس، ما هي النقطه كده اصبحت محتله. بص يا باشمهندس، النقطه دي غير محتله ليه؟ لان انا ما خدتش عندها ولا رصده، صح؟ ما رصدتش اي حاجه، يبقى دي غير محتله. النقطه دي محتله ليه؟ لان رصدت كل الاضلاع. طب النقطه دي برضو محتله على الرغم ان انا ما رصدتش ده وما رصدتش ده، بس طب محتله ليه؟ لانك برضو رصدت منها ايه؟ الدرع اللي ما اترصدش ده نهايته مش مرصودة. اه ده مش مرصود. تمام. انت عارف يا هندسه ده معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ معناها يا شباب ان انا احتليت النقطه دي، انا احتليتها خلاص بالجهاز، رصدت كام ضلع؟ رصدت ده وده وده، ما رصدتش دول، يعني بص كده رصدت الزاويه ده اهي والزاويه ده اهي والزاويه ده اهي، صح كده؟ رصدت 3 زوايا، ده ولا كانه موجود، الخط ده ما اترصدش وانا واقف هنا، ما بصيتش بالجهاز وانا واقف هنا. عارفين التيودوليت؟ فاكرين التيودوليت؟ مش احنا كنا التيودوليت بنوجه في اتجاه وفي اتجاه تاني ونجيب الزاويه بينهم؟ انا بقى ما وجهتش في الاتجاه ده، يبقى الضلع ده ما اترصدش من النقطه دي، لكن هو ممكن يكون مرصود من نقطه تانيه. بص هو مرصود من الناحيه ده، لكن الناحيه دي ما اترصدش، يبقى انا شاب النقطه بيتقال عليها محتله او غير محتله لو انا وقفت عندها وخدت قياسات، كل القياسات او بعضها يبقى اسمها نقطه محتله، ما خدتش عندها ولا رصده يبقى نقطه غير محتله. الضلع طالما مرسوم كده يبقى ضلع اترصد من هنا واترصد من هنا، لكن لو منقط يبقى ما اترصدش من الحته دي. تعال نشوف بقى هو مسائل يا انا شباب عشان احنا كده ايه. مهندس ان الضلع مرصود من الناحيه الثانيه، وكده كده النقطه البدايه انا محتلها يبقى مرصود من ناحيتين بس. لا 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 لا، انا احتليت النقطه بس ما بصيتش على الخط، يعني انا احتليت النقطه دي اه وقفت هنا، انا وقفت بالجهاز، هل انا بصيت على الخط ده وجهت عنده جبت الزاويه دي مثلا والزاويه دي؟ ما جبتهمش، يبقى انا ما وجهتش اصلا على الخط ده، يبقى الخط ده ما اترصدش، يبقى الخط ده مرصود من ناحيه ومش مرصود من ناحيه، بالرغم ان انا احتليت النقطه بس ما وجهتش على الخط ورصدت الايه الضلع. كل الكلام ده شبه هنحاول بقى نفهمه دلوقتي في شوية أمثلة. عايزين نركز على الشكل ده يا شباب، عايز الناس تركز على الشكل ده. ده مضلع، ده شبكة مثلثات جيودسية، شبكة مستمرة عبارة عن شكل خماسي وفيه 5 مثلثات، شكل خماسي وفيه 5 مثلثات أهم. إحنا عايزين نجيب الأرصاد الكلية والضرورية. عايز الناس تبص كده، وانا قست هنا كام زاوية في الشكل ده يا شباب؟ ها؟ كل الزوايا كام دي زاوية في الشكل ده؟ لا كلها انا عايز بص الارقام، بص يا شباب انا قيس ايه؟ ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 15، انا رصدت 15 ايه؟ 15 رصدة كلية. جميل، رصدت 15 رصدة كلية، يبقى انا هنا كاتب ايه؟ عدد الارصاد الكلية كام؟ 15. طب انت كنت محتاج ضروري كام؟
ايه هي الارصاد الضروريه اللي انا كنت اللي انت المفروض كنت تقيسها بس؟ بتيجي من قانون يا شباب اسمها 2 في نون ناقص 2، 2 في نون ناقص 2، 2 في نون ناقص 2. اتفضل. معلش بس، هو الأرصاد دي بتبقى عدد الزوايا بس ولا الأضلاع كمان لو ما بحطها معايا؟ لا لا لا، ايه الزوايا؟ الزوايا، الزوايا هندسة، تمام. عدد زوايا. احنا شغالين دلوقتي على الزوايا، كل شغلنا على الزوايا، بدليل ان انا قلت لك ايه في الشروط المحلية لو تفتكر، مجموع زوايا زاويتين بيساوي زاوية واحدة، مجموع زوايا حوالين نقطة 360 درجة في الشروط المثلثية، مجموع اي شكل هندسي بيساوي 180 في نون ناقص 2، برضه زوايا. الضلعية قعدنا نقول لوغاريتم جا الزاوية زائد دلتا الزاوية في مش عارف فيه الزاوية، زوايا. يبقى احنا كل شغلنا على الايه؟ على الزوايا. هنا رصدت 15 زاوية كلية، في حين ان انت كنت محتاج ضروري كام؟ الضروري يا شباب بيجي من معادلة 2 في نون ناقص 2، بيجي من معادلة 2 في نون ناقص 2، 2 في نون ناقص 2. ايه نون ديت؟ نون ديت هي عدد نقط رؤوس الشبكة كلها، نون هي عدد نقط رؤوس الشبكة كلها. هي الشبكة دي فيها كام رأس يا باشمهندس؟ كام رأس يا باشمهندس النقط ديت؟ واحنا بناخد النقطة اللي في النص كمان ولا هم ناخدها. خمسة بس؟ لا لا، انا بصوا يا شباب، انا مش شغال على مضلع خماسي، انا شغال على شبكة مثلثات. شبكة ايه؟ يبقى انت بتاخد الشكل كلياته على بعضه عشان الناس ما تقولش ده ده مضلع خماسي وفي نقطة وفي مثلث متقسم. لا، انت عندك شكل عبارة عن شبكة مثلثات جيودسية، فانت بتاخد النقط كلها. عندي كام نقطة؟ ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ست نقط. يبقى هتيجي هنا تقول ايه؟ اتنين في ستة ناقص اتنين. ها قول يا هندسة. حتى لو النقطة النص دي مش مرصود الزوايا اللي حواليها. بص كده، انا حتى كاتب لك ايه، محتله او غير محتله. يعني انت مثلا النقطه زي اللي في النص دي، بص يا باشمهندس، لو انا كنت راسم لك الاضلاع دي منقطه، منقطه هنا وهنا 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 وهنا، اصبح النقطه دي ما عندهاش قياسات، ما عندهاش ارصاد، لكن برضه تتعدي من ضمن النقط يا شباب، تتعدي من ضمن نقط الشبكه. لو ما عندهاش قياسات تفرق بس في الأرصاد الكلية اللي هو أنا هشوف الزوايا اللي بالظبط. مقستها بس، بالظبط الضروريه بالظبط. مش المسائل يا شباب هتوضح، المسائل يا شباب هتوضح لكم الكلام ده كلاته. نقطة شكل كده، احنا بنقول القانون ايه؟ 2 في نون ناقص 2، سواء النقطة محتلة أو غير محتلة أنت بتعدها، طالما نقطة مترقمة كده ألف ب ج د ه، خلاص أنت بتاخدها، حتى لو مش مح... لو ما احتلتهاش بالجهاز كمان. يبقى 2 في 6 ناقص 2 بكام يا شباب؟ 8. يبقى أنا الشكل ده هو في 15 رصدة كلية، في حين إن هو أصلا أنا كنت محتاج فيه كام؟ 8 بس ضروريين. يبقى عدد الارصاد الزياده اللي هي الاشتراطات كام؟ اطرح بقى الارصاد الكليه ناقص الايه؟ الضروريه. 15 ناقص ايه؟ 8، بسبع ارصاد ايه؟ سبع ارصاد زياده، سبع اشتراطات، سبع معادلات شرطيه اعمل بيهم ضبط للدقه. حد شباب بقى يعرف من غير ما نخش في القوانين، لسه هنخش في القوانين دلوقتي، حد يعرف ايه هي المعادلات؟ احنا قلنا كام معادلة؟ سبع ايه؟ سبع اشتراطات. حد يعرفهم؟ عايز حد كده يجاوبني بقى يا شباب. ايه السبع الاشتراطات؟ محلية او ممكن نعمل اللي مثلثية هما او الخمسة ضلعية؟ اللي فوق جميل اللي هي جميل. بتبقى خمسة عند واحد اتنين وعشرة مثلا بيساوي 180، كل مثلث كده بالظبط يعني تلاتة بالظبط، وأربعة عندي واتناشر 1 و2، و 180. بالظبط، 1 و2 و11، 3 و4 و12، 5 و6 و13. كل مثلث مجموع زواياه كام درجة؟ 180 درجة. كل مثلث مجموع زواياه 180 درجة. يبقى عندي كام معادلة؟ ده 1 2 3 4 5، خمس معادلات، خمس اشتراطات مثلثية بخمس مثلثات. ما واحد تاني يقول لي يا باشمهندس ايه، مش انت بتقول مجموع اي شكل هندسي؟ مش الشكل ده شكل خماسي؟ ما ممكن نقول مجموع زواياه 540 درجة. يعني بص كده، 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، 540. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط. ليه بقى يا باشمهندس؟ انت كده بتكرر، بتكرر ليه؟ مش انت خدت الخمس مثلثات وقلت ده 180 وده 180 وده 180 وده 180 وهكذا، خمس مثلثات.
يبقى انت لو انت جيت قلت هاخد الشكل كلاته بقى على بعضه 540، يبقى انت بتكرر، لان انت يعتبر المثلثات بتاعتك قفلت الشكل. اضرب كده 180 في 5 ب 540، يبقى كون ان انت تقول لي 1 و2 و3 لحد 10 ب 540، انت كده بتكرر، دي معادله مكرره ما تتعدش معايا. طب افرض واحد بقى قايل لي ايه يا باشمهندس، بص كده انا هاخد المثلث ألف ب م ب ج م ج د م د ه م، وما خدش اخر مثلث، حلو الكلام، ما خدش اخر مثلث اللي هو ه م أ، بس خد أ ب ج د ه كشكل خماسي مجموع زوايا 540. صح. يبقى انت اهم حاجه ممنوع التكرار، ممنوع انك تكرر. ليه؟ لان واحد تاني هيطلع يقول لي بص يا باشمهندس انا هاخد بقى، هبهرك بقى، انا هاخد شكل رباعي أ ب ج م زاوية 1 و2 و3 و4 و12 و11 360 درجة. يا باشمهندس ما انت خدت المثلث ده وخدت المثلث ده، لازم انت تقول الشكل الرباعي 360، انت كده بتكرر، ما ينفعش طبعا نكرر يا شباب. يبقى انت ممنوع ان انت تاخد شكل يكون انا واخد الاجزاء بتاعته كلها. يعني مثلا اهو الشكل ده اهو ه م ج د، ده شكله رباعي بس انا واخد المثلثين بتوعه، ما ينفعش اخده. يبقى انا هنا خلاصة الكلام ده يا شباب ان انا عندي كام معادله مثلثيه؟ 5 معادلات، مفيش اكتر. احنا قلنا كام معادله زياده؟ 7، باقي لي 2. ها ما عادش عندي مثلثي بس عندي محلي. ها احنا قلنا في المحل ايه؟ مجموع زوايا حوالين النقطه حول مين؟ 360. ايوه مظبوط، الزوايا حوالين مين؟ ب 360 10 و12 11. هل عندي زاويتين معادلة واحدة بس اللي هي مجموع الزوايا حوالين ميم؟ بقى عندي واحد محل، عندي ضلعي نقطة قطب يصل بينها خطوط لجميع النقط، نقطة ميم يا باشمهندس، بيصل بينها خط نقطة ألف وب وج ود وه. نقدر نقول إيه بقى؟ بص كده، ميم ألف ميم ب ميم ج ميم د ميم ه، ونبدأ في المقام ميم ب ج د ه ألف، نبدأ نكون مثلث ونقول الزاوية اللي قبال كل ضلع في المثلث. يبقى عندي شرط، بص عشان احنا بفهمنا جبنا، قلنا عندنا 15 رصده كليه، وجينا بالمعادله بتاعه الارصاد الضروريه 2 في نون ناقص 2، قلنا في 8 ارصاد ضروريه طرحناهم من بعض جبنا 7 ارصاد زياده. احنا بفهمنا بقى عشان احنا فاهمين يعني ايه ارصاد محليه ومثلثيه وضلعيه، جبنا قد ايه مثلثي قد ايه ضلعي قد ايه محل. لكن عندنا بقى شويه معادلات يا شباب بتجيب مثلثي شرط كم شرط محلي، عدد الاشتراطات الكليه 7 اشتراطات. تعال نطبق في القانون كده، نقول عدد الاشتراطات المثلثيه تيجي ازاي؟ القانون بيقول ايه؟ عدد الخطوط مرصوده الطرفين، عدد الخطوط مرصودة الطرفين ناقص عدد النقط المحتلة زائد 1. الشكل ده شاف فيه كام خط مرصود من الناحيتين؟ ده 1 2 3 4 5، 5 خطوط بره، 1 2 3 4 5 وخمس خطوط جوه كام خط؟ 10 ايه؟ خطوط مرصودة الطرفين ناقص عدد النقط المحتله، انا محتل كام نقطه؟ انت محتل كل النقط اللي هم كام نقطه؟ 5 خطوط بره ونقطه جوه، يبقى 6، يبقى ناقص 6 زائد 1 في القانون. 10 ناقص 6 بكام؟ ب 4، زائد 1 بكام؟ 5، يبقى عندك كام شرط مثلثي؟ 5. ما احنا قلنا بشمس 5، قلنا 5 مثلثات اهو بخمس معادلات ايه؟ مثلثات. النقط بتاع الشكل كله يا هندسه؟ النقط المحتله دي اللي هي الرؤوس يعني. النقط المحتله اللي انا وقفت عندها بالجهاز، نقطه مين محتله ولا لا؟ ها وقفت وجبت عندها ارصاد 11 و12 و13 و14 و15، ها نقطه هي محتله ولا لا؟ وقفت وجبت 8 و9 زاويتين، نقطه انت وقفت عندها بالجهاز وجبت زوايا. لو نقطه الف ما عندهاش 1 و10 يبقى الف مش محتله. الله ينور عليك، لو نقطه الف ما عندهاش قياسات يبقى انا اصلا ما قلتش عندها بالجهاز، يبقى غير محتل. ساعتها هرسمها ايه بقى يا باشمهندس؟ منقطه، ركز بقى، هرسم الجزء بتاع الضلع ده منقط، لان مفيش هنا رصد من هنا خالص، هبان يعني زي ما احنا كنا رسمينها في السلايد اللي قبل كده منقطه. تعال بقى نشوف عدد الاشتراطات الضلعيه، ركز، بتيجي من القانون عباره عن ايه؟ عدد الخطوط كلها،
ركز بقى، احنا فوق كنا بنقول ايه عدد الخطوط المرصوده الايه الطرفين، لكن القانون اللي تحت انا بقول عدد الخطوط ايه كلها ناقص ضعف عدد النقط كلها. مش انس احنا كنا فوق بنقول نقط محتله، لا هنا بنقول النقط كلها وضعف النقط كمان زائد 3 زائد 3. تعال نشوف هنا، هو هنا عندي كام خط كلي؟ عندي 10 برضه يا باشمهندس. انت قصدك تقول لي ان هنا في المساله دي جميع الخطوط مرصوده الطرفين؟ عشان كده عدد الخطوط مرصوده الطرفين فوق هو عدد الخطوط كلها 10. تعال نشوف النقط كلها كام يا باشمهندس هنا؟ النقط كلها 6 نقط. اذا انت قصدك تقول ان في المساله دي بالذات عندك النقط كلها هي نقط محتله؟ عشان كده 6 فوق وهي هي 6 تحت. يبقى ناقص ضعف عدد النقط كلها، ناقص 2 في 6، 10 ناقص 2 في 6 زائد 3 بكام؟ بواحد. عشان انت قلت لي فعلا في شرط ضلع واحد اللي هو نقطه ميم. احنا كده شباب قلنا قانون للمثلثي، قانون للضلعي، قانون المحلي عباره عن ايه؟ مش قانون بقى يا باشمهندس، مش انت معاك عدد الاشتراطات كلها؟ شيل منها المثلثي وشيل منها الضلعي يفضل الايه؟ المحلي. الاشتراطات كلها 7 ناقص 5 ناقص 1 بكام؟ بواحد. يبقى انت عندك 5 اشتراطات مثلثيه، 1 ضلعي، 1 محلي. القانون بتاع المثلثي عدد الخطوط المرصوده ناقص عدد النقط المحتله زائد 1، عدد الاشتراطات الضلعيه عدد الخطوط كلها ناقص ضعف عدد النقط كلها زائد 3. المحليه بتجيب الاشتراطات كلها تشيل منها المثلثي والضلعي، يبقى هو ده الايه؟ المحلي. يبقى هو تشاب واحد محلي، 5 مثلثي، وضلعي بواحد. وطبعا ما ينفعش ناخد الشرط كله شرط مثلثي الشكل كلياته، عشان انا واخد 5 مثلثات قفلوا الشكل، والخمس مثلثات بيكونوا الشكل الايه؟ الخماسي. الناس فهمت تشاب المساله ديت؟ الناس فهمت تشاب ازاي نطلع اشتراطات مثلثيه وضلعيه ومحليه؟ الدنيا سهله. ناخد مثال عشان تاني، ده يعتبر اول سيكشن يا شباب، التاني سيكشن هنبدا فوت. عايزين ناخد في المساله ديت نطلع برضو الاشتراطات واحده واحده، الدنيا سهله خالص. حاول تكون فاهم عشان المسائل دي لو ما كنتش فاهم كويس مش هتعرف تحل المساله. اوجد الاشتراطات الداخليه. عشان انت كنت قايل ان في خارجيه اللي هي الموضع ومقياس الرسم والاتجاه. معلش يا باشمهندس، اتفضل يا استاذ شويه. نعم تاني يا باشمهندس، لو سمحت بس كبر الصوت شوية على الرسمة يعني. انا مش سامع والله صوتك بتقول ايه، بس لو حد بقول لحضرتك بس كبر الصوت بس شوية على الرسمة. حاضر 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 تمام يا باشمهندس. اوجد الاشتراطات الداخليه داخل شبكه المثلثات. شكل زي ده شباب عايزين نعرف نجيب الأرصاد الكلية في كام، والضرورية، والأرصاد الزيادة اللي هي الاشتراطات، والاشتراطات دي أنواعها إيه؟ محلي ولا مثلثي ولا ضلعي؟ شكل زي ده. ها خلينا نشوف في كام رصدة كلية؟ ها فيها هنا رصد زوايا هي على المحيط أهو بالظبط. كام زاوية؟ 10 زوايا. يبقى أنت عندك عدد الأرصاد الكلية 10. عدد الأرصاد الضرورية، عدد الأرصاد الضرورية بيجي من قانون عبارة عن إيه؟ 2 في نون ناقص 2، حيث نون عدد الرؤوس بتاعة الشبكة. خد بالك سواء محتل أو غير محتل، أنا عندي كام رأس؟ 1 2 3 4 5 6، 6 رؤوس. يبقى 2 في 6 ناقص إيه؟ 2. 2 في 6 ناقص 2 بكام؟ ب 8. 2 في 6 ناقص 2 ب 8، يبقى أنا عندي كام رصدة ضرورية؟ 8. أنت رصدت كام رصدة كلية؟ 10. يبقى في كام شرط؟ ها 10 ناقص 8 في شرطين. خد بالك نقطه ميم ديت يا شباب نقطه محتله ولا غير محتله؟ نقطه ميم نقطه غير محتله، لانه اصلا ما ادانيش حواليها زوايا. اذا انا ما وقفتش عندها بالجهاز، وبالتالي حتى اللي طالعه منها مرسومه ايه؟ منقطه. الاضلاع اللي طالعه منها مرسومه منقطه، يبقى نقطه غير محتله. جميل، ايه هم الشرطين؟ من غير ما نروح المعادلات عايزين بفهمنا، عايزين بفهمنا نقول ايه هم الشرطين بتوعنا. اول حاجه ايه؟ هل في شروط محليه زي زاويتين بيساوي زاويه، او مجموع زوايا حوالين نقطه 360 درجه؟ ها يا شباب هل في؟ لا مفيش. مفيش شروط محليه.
طب هل في مجموع زوايا شكل هندسي بيساوي المجموع النظري ليه؟ اللي هو الشروط المثلثية ايوه ممكن مجموع اللي هو ايه؟ الشقة مش مجموع أربعين، ايوه مجموع الشقة ايوه مش مجموع مظبوط أربعين، مجموع الشقة ألف بالظبط. ب ج د ألف ب ج د ه بيساوي 540 درجة. هل ينفع أقول المثلث ألف م ب؟ ما ينفعش طبعا، لأن أصلا ما فيش زاوية إيه؟ ألف م ب، دي الزاوية دي مش موجودة، المثلث الزوايا كلها مش موجودة. يبقى أنا عندي شرط مثلثي وحيد ألف ب ج د ه يساوي 540 درجة، يبقى تقول إيه؟ 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 لحد 10 يساوي 540. باقي لي شرط هو إيه؟ أكيد الضلعي. نقطة ميم نقطة قطب طالع منها أضلع لألف وب وج ود وه، هعمل إيه؟ ميم ألف ميم ب ميم ج ميم د ميم ه على ميم ب ميم ج ميم د ميم ه ميم ألف، وابدأ بقى شوف. بص كده، ميم ألف الزاوية اللي أباله في المثلث ميم ألف ب إيه؟ أه زاوية 2. طب ميم ب في المثلث زاوية 1، وهكذا بقى شباب تكتب الشرط الضلعي. يبقى عندنا واحد ضلعي اللي هو نقطة ميم، وواحد مثلثي مجموع زوايا الشكل. طب تعالى نطبق في القانون ونشوف فعلا هما فعلا كان عندنا صفر محلي واحد مثلثي واحد ضلعي. تعالى نشوف القانون بتاع الاشتراطات المثلثيه. ها خلينا في الاشتراطات المثلثيه اللي في النص دي. القانون بيقول ايه؟ عدد الخطوط مرصوده الطرفين. ها يا شباب، كم خط مرصود الطرفين هنا؟ ها الناس تجاوب، كم خط مرصود الطرفين؟ خمس خطوط مرصودة الطرفين. ليه؟ لأن الخمس خطوط اللي في النص دول مرصودين من ناحية واحدة بس. تمام، القانون بيقول إيه؟ يبقى ده خمسة ناقص عدد النقط المحتلة. أنا محتل كام نقطة؟ محتل خمسة، أمال النقطة دي؟ لا النقطة دي غير محتلة. يبقى خمسة ناقص خمسة زائد واحد، يبقى عندي شرط مثلثي واحد. أه فعلا إحنا قلنا بفهمنا في شرط مثلثي واحد اللي إحنا قلناه، مجموع زوايا الشكل 540. تعالى على الشرط الضلعي، القانون بيقول لي إيه؟ عدد خطوط سواء مرصودة الطرفين أو مرصود من ناحية واحدة بس. كم خط؟ خمسة بره وخمسة جوه، يبقى 10 خطوط كلها، يبقى 10 ناقص ضعف عدد النقط كلها. كم نقط؟ خمسة محتلين واحدة غير محتلة، كلهم على بعض ستة، يبقى ناقص اتنين في إيه؟ في ستة زائد تلاتة بواحد، يبقى شرط ضلعي. يبقى واحد مثلثي واحد ضلعي. المحل بيجي إزاي؟ عدد الاشتراطات كلها ناقص المثلثي ناقص الضلع، يبقى صفر محلي. يبقى احنا ممكن يا شباب بفهمنا من غير القوانين بتاعت اللي بتجيب لي عدد الاشتراطات المثلثيه والمحليه وده، احنا ممكن نطلعهم بالفهم. تعالى نشوف مساله تانية شكل زي اللي قدامنا ده. عايز الناس بقى تبدا تركز. الشكل اللي قدامنا ده شكل خماسي شبكه مكونه شكل خماسي وفيها عن تقاطعات مثلثات. هو اللي يبقى كاتب الارقام بتاع الزوايا ده هندسه؟ ايوه طبعا، امال هو انت تعرف ازاي الراجل ده نزل الموقع رصد كام زاويه؟ لازم نكتب لك ارقام الزوايا اللي رصدها. سبحان، يجي لك المساله مرسومه زي ما هي قدامك كده، معمول لك فيها الزوايا اللي اترصدت في الموقع. فهنا عندي كام رصده يا شباب كليه؟ 12. 12 رصده كليه، الارقام هي متوزعه 1 2 لحد اخر حاجه 12. الزوايا 1 و2 و3 دي فين يا هنا؟ اهي واحد اهي. امال ايه 1 و2 و3 اللي في اللي في دواير دول؟ لا لا خليك بس، خليك مع دول مش زوايا، دول مش زوايا، دي تمام بعيد حتى عن الزاويه يعني. خليك بس هقول لك دول ايه. 1 و2 و3 دول الزوايا لحد 12. يبقى عندي كام رصده كليه؟ عندي 12 رصده كليه. الارصاد الضروريه بتيجي ازاي؟ 2 في نون ناقص 2، القانون بتاعها نون هي عدد الرؤوس، عدد النقط سواء محتلة أو غير محتلة. عندي 1 2 3 4 5، خمس نقط. 2 في 5 ناقص 2 بست أرصاد، 6. يبقى عندي كام رصدة ضرورية؟ 6. هو حد يقول لي النقطة ده هي دي نقطة تتعدي معانا؟ ما حدش يعد دي يا شباب، هي دي نقطة؟ دي مش نقطة. فاكرين في البداية لما كنت بقول لك لو أنا موصل القطرين بس ما فيش نقطة تقاطع، دي يبقى نقطة، دي مش نقطة أصلا، مفيش هنا نقطة، حتى مش كاتب لك إن دي نقطة أصلا. يبقى محدش يعد التقاطعات دي ويقول لي أه دي نقط كمان، لا يا باشمهندس غلط. يبقى إحنا عندنا خمس نقط إدتني ست أرصاد ضرورية. الفرق بين 12 و6 ست معادلات شرطية. ست معادلات شرطية. تعال نطبق في القانون. ها القانون بتاع الاشتراطات المثلثية بيجي إزاي؟ عدد
الخطوط مرصودة الطرفين. حلوة. كم رصد كم خط؟ ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة بره. كم جوه؟ ده واحد اتنين تلاتة، تلات خطوط جوه، يبقى كم خط كله؟ تمن خطوط مرصودة الطرفين ناقص عدد النقط المحتلة. في كم نقطة أصلا؟ خمسة. أنا أصلا ما عنديش نقط غير محتلة، هم الخمسة محتلين، يبقى ناقص خمسة زائد واحد. تمانية ناقص خمسة زائد واحد بكام؟ بأربع شروط مثلثية. من أصل كام؟ من أصل ستة. خلينا نعرف بقى الأربع شروط مثلثية دول هم إيه؟ عايز حد كده يطلعهم لي يا شباب؟ عايز واحد كده شاطر يطلع لي الاشتراطات المثلثية، مجموع زوايا أي شكل هندسي. ممكن نقول ممكن 3 و4 و5 و6 ب 180 درجة. حلو قوي. يبقى احنا كده خدنا المثلث أ ب ج، تمام. ايه تاني؟ ألف و جيم و1 و10 و11 و9 180 واحد اللي هو 11 و10 ثلاث ألف و9 أ ه د، تمام ماشي، ده مثلثين. ها ايه تاني؟ و3 و2 و8 و7 180 اتنين وتمانية وسبعة اللي هو المثلث اللي في نص أ ج ده. كده احنا مش لسه خدنا ثلاث مثلثات، قفلنا الشكل، قفلنا الشكل كله اللي هو الشكل الخماسي، صح ولا لأ؟ وممكن نقول 12 و4 و11 180 12 و 14 مظبوط يا باشمهندس، تمام كده، الله ينور عليك. بصوا يا شباب، الشروط المثلثية احنا خدنا اربع شروط مثلثيه. عشان دي سالت ايه المثلث اللي انا كاتب عليه واحد ده اللي هو أ ب ج، والمثلث أ ج د، والمثلث أ د ه. اول ما اقول المثلث أ ده د ه اكون عارف ان انا كده قفلت الشكل الخماسي، يبقى ما عادش ينفع اقول أ ب ج د ه شكله خماسي، ما ينفعش اخده لان خدت الثلاث ايه مثلثات اللي بيكونوا اصلا الشكل الخماسي، يبقى انا كده بكرر. فخدنا كمان مثلث اللي هو أ ب ه. طب ما واحد يقول لي طب ما انا ممكن اخد الشكل الرباعي ب ه ج د ب ه د ج، الشكل الرباعي ده. ما انت كده يا باشمهندس لو خدت الشكل الرباعي ده وانت واخد المثلث اللي فوقيه، يبقى انت كده قفلت الشكل الخماسي برضه، كررت برضه. يبقى انا هاخد ايه يا شباب؟ انا هاخد اربع معادلات بدون ان انا اكرر. فالاسهل خد المثلثات اهو، مثلث واحد واثنين وثلاثه ومثلث اربعه، محدش ياخد الشكل الرباعي اللي تحت ده، لان كده كده يبقى انت كده قفلت الشكل، ممنوع ان انا اقفل الشكل. طب تعال نشوف الاشتراطات الضلعيه. القانون بتاع الاشتراطات الضلعيه بيقول ايه؟ عدد الخطوط كلها، عدد الخطوط كلها كم خط كل يا باشمهندس؟ ما هو اصلا الخطوط كلها مرصوده الطرفين، فالخطوط كلها 8 ناقص ضعف عدد النقط كلها، هم عندي خمس نقط ضعفهم يبقى 10 زائد 3، طلع شرط ضلعي واحد. ايه هو الشرط الضلعي؟ نقطه بيطلع منها خطوط لبقيه الاضلاع، لبقيه الرؤوس، نقطه الف، نقطه قطب، بص كده طالع منها الب والجيم والدال والهاء، يبقى نقطه الف نقطه قطب. هعمل ايه بقى؟ اقول الضلع اكتب كده أ ب، بص كده أ ب اللي بعدها أ ج أ د أ ه، فوت أ ب وابدأ بأ ج، أ ج أ د أ ه أ ب بيساوي واحد، يبقى ده شرط ايه؟ ضلعي. وطبعا هنبدأ نكمل بقى كتابة الشرط الضلعي. تمام، أنا عندي ستة خدت منهم أربعة مثلثي وواحد ضلعي، يفضل لي واحد ايه؟ محلي. واحد محلي اركز مجموع زوايا حوالين نقطه 360 او زاويتين، مجموع عده زوايا بيساوي زاويه واحده. اجي ابص كده الاقي يا باشمهندس ده زاويه واحد ديت مرصوده، وزاويه اثنين مرصوده، وزاويه ثلاثه مرصوده، وزاويه 12 اللي هي مجموع واحد واثنين وثلاثه مرصودين، يبقى ده الشرط بتاعي، الشرط المحلي، واحد واثنين وثلاثه يساوي كام؟ 12. حد عنده مشكله في المساله دي يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ تعال نشوف الشرط الضلعي بقى بتاع المسألة ده. بص يا شباب، كتبنا المعادلة ايه؟ أ ب أ ب أ ج أ د أ ه على أ ج أ د أ ه أ ب بيساوي واحد. طبعا احنا بنقوم عاملين ايه؟ واخدين كل ضلعين فوق بعض كده، نقول أ ب أ ج المثلث بتاعهم أ ب ج،
ايه الزاويه اللي قبال ا ب في الشكل ده؟ بصوا يا شباب على الشكل ده، ا ب و ا ج ده المثلث اهو، الضلع ا ب الزاويه اللي قباله في المثلث اسمها زاويه ايه؟ ها 6. طب الضلع 6. ا ب مظبوط 6، ا ب وعندي الضلع اللي بعديه ا ج، ا ج الضلع اللي قباله ايه؟ الزاويه اللي قباله ايه؟ ركزوا معايا، ها ا ج ها اللي قباله ايه؟ اللي هي زاويه ب اللي هي 4 وايه؟ و5. تاني يا شباب، ا ب و أ ج حصروا مثلث اسمه أ ب ج، أ ب الزاوية اللي قباله إيه؟ زاوية 6. طب أ ج الزاوية اللي قباله إيه؟ 4 و5. أنا بقول الكلام ده ليه بقى يا شباب؟ عشان إحنا هنبدأ نكتب الشرط الضلعي. يبقى أنا عندي أهو جا 6 زائد فيه 6، جا 8 زائد فيه 8، جا كذا زائد فيه كذا. القصد يا شباب إن ساعات بيكون عندك زاوية، الزاويه اللي قبال الضلع زاويه واحده زي ديت 6 زائد فيها 6، وساعات بتكون زاويتين 10 زائد 11. هنا كانت كام؟ 4 زائد 5. يبقى انا احيانا لما اقول الزاويه اللي قبال الضلع كام؟ تطلع لي زاويه، يطلع لي مجموع زاويتين. لوغاريتم جا 6 زائد فيه 6 تتفك ازاي؟ لوغاريتم جا الزاويه زائد دلتا الزاويه فيه الزاويه. او لوغاريتم جا 6 زائد دلتا 6 في ف 6. دلتا 6 يا شباب عباره عن ايه؟ لوغاريتم جا الزاويه زود عليها 1 ثانيه ناقص لوغاريتم جا الزاويه من غير ما تزود. او ساعات دلتا دي بتتحسب بطريقه ثانيه يا شباب، 2 علامه 106 من 1000 على ظا الزاويه في 10 اس ناقص 6، بتتحسب كده. يعني عندك طريقتين، يا ديت يا ديت. طبعا اسهل واحده اللي فوق، ان انا ايه؟ اضيف على الزاويه ثانيه وانقص من واسيب الزاويه زي ما هي، لوغاريتم جا الزاويه زائد 1 ثانيه ناقص لوغاريتم جا الزاويه. طب تعال نشوف على في حاله اذا كان الزاويه اللي قبالي زاويتين. بص كده، لوغاريتم جا 10 زائد فيها 10 و11 زائد فيها 11 هتتفك ازاي؟ هتقول لي لوغاريتم جا الزاويه، ايه الزاويه اللي هنا؟ استاذنكم شباب الناس بس تقفل المايك بس لحد ما تيجي تسال. لوغاريتم جا الزاويه، الزاويه اللي هي ايه؟ 10 زائد 11. 10 و11 ديت هي الزاويه، يبقى لوغاريتم جا 10 زائد 11 زائد دلتا الزاويه، دلتا 10 زائد 11 في فيه الزاويه فيها 10 زائد فيه ايه؟ 11. يبقى بتتفك بالطريقه دي، لوغاريتم جا 10 زائد 11 في زائد دلتا 10 زائد 11 في فيه 10 زائد 11. الدلتا 10 زائد 11 دي اتعمل ازاي؟ زود عليها 1 ثانيه، يبقى لوغاريتم جا 10 زائد 11 زائد 1 ثانيه ناقص لوغاريتم جا الزاويه اللي هي 10 زائد 11. او الدلتا بتتحسب بطريقه ثانيه، 2 106 من 1000 على الزاويه في 10 اس ناقص 6، اي حاجه. يبقى هو نفس الكلام، سواء كان عندي زاويه واحده 6 زائد في 6 يبقى لوغاريتم جا 6 زائد دلتا 6 في 6، ودلتا 6 معروف لوغاريتم جا الزاويه 6 ضيف عليها 1 ثانيه ناقص لوغاريتم جا الزاويه. طب لوغاريتم جا 10 وفيها 10 و11 وفيها 11 هتقول ايه؟ لوغاريتم جا الزاويه اللي ايه؟ 10 و11 زائد دلتا 10 و11 هنعرف نجيبها دلوقتي، في ف 10 زائد ف 11 الخطأين. دلتا 10 و11 لوغاريتم جا 10 و11 ضيف عليهم 1 ثانية ناقص لوغاريتم جا 10 و11. تعال ناخد مسألة ثانية. المسألة دي يا شباب، ها كام رصدة كلية؟ ها الناس تشتغل بقى معايا، كام رصدة كلية؟ هل من مجيب أي حد يجاوب؟ ها كام رصدة كلية؟ 14. 14 رصدة كلية. 14 زاوية. 14 زاوية تقاسم، يبقى 14 رصدة كلية. الأرصاد الضرورية بقى أنا محتاج كام رصدة ضرورية؟ من 2 في 2. نون كام نقطة؟ 1 2 3 4 5، 2 في 5 ناقص 2 ب 6. 14 ناقص الأرصاد الضرورية 6 تديني معادلات الشرطية كام؟ 8. إحنا بقى نطبق في القوانين نشوف الثمانية دول كام مثلثي، كام ضلعي، كام محلي. المثلثي الأول، القانون بتاعه عدد الخطوط مرصودة الطرفين. تعال نعد كده، أدا 1 2 3 4 5، تعالى على اللي جوه، ادا 6 ادا 7 ادا 8 ادا 9، يبقى 9 خطوط مرصوده الايه؟ الطرفين، ناقص عدد النقط المحتله. كم نقطه محتله؟ ادا 1 2 3 4 5، يبقى 9 ناقص 5 زائد 1 طلع كام؟ 5 شروط مثلثيه.
خمس شروط مثلثية. إيه هم الشروط المثلثية هنا؟ تعال نشوف بالراحة كده نكون مثلثات. المثلث يا باشمهندس ألف ب ج، المثلث ده قد أول مثلث، والمثلث اللي جنبيه ألف ج د أداة تاني إيه مثلث، والمثلث أ د ه أداة تالت مثلث. حلو أوي، بقي الاتنين كده خدت تلات مثلثات. بس أكون عارف إن أنا طالما خدت تلات مثلثات يبقى أنا كده قفلت الشكل، ما ينفعش آخد الشكل ككل، ولا ينفع آخد أشكال برضه تبقى مجموعها هي الشكل ككل. تعال نبص على المثلث د ج ب، أنا ممكن آخد ده أربعة د ج ب، وممكن آخد د ب أ اللي هو المثلث ده خمسة. ينفع آخد حاجة تانية؟ لأ، كده هبدأ أقرر. يبقى إحنا شباب في الشكل ده المثلث اللي عندك أهو أ ب ج، المثلث ده، وعندك أ ج د، وعندك أ د ه، كده قفلت الشكل. اختار بقى أي حاجة تعجبك، ممكن واحد يقول يا شمس خلاص أنا اختار المثلث أ ب ه، جميل، بس اوعى تاخد الجزء الرباعي الباقي بقى كده هتقف. كده بقى إيه المثلث؟ اختار يا شمس أي حاجة ب ج د. يبقى أنت بتختار بخمس خطوط بس، اوعى تكرر، اوعى تكرر. تعال نشوف الشرط الضلعي. الشرط الضلعي المعادلة بتاعته بتقول لي ايه؟ عدد الخطوط كلها كام خط؟ هو تسعة برضه، ناقص ضعف عدد النقط كلها، ناقص اتنين في خمسة زائد تلاتة، طلع شرطين ضلعيين. هما ايه؟ أجلهم دلوقتي. الشرط اللي باقي كده، أنا عندي خمسة واتنين، اتفضل من التمانية كام؟ شرط واحد محلي، حد عارف المحل ايه؟ نقطة جيم. نقطة جيم دي نقطة ايه؟ متقاس الزوايا حواليها، يبقى 7 و8 و14 360 ايه درجه. باقي لي الشرط شرطين ضلعيين، ايه هم يا شباب النقطتين اللي بيطلع منهم خطوط لبقيه النقط؟ عايز الناس تركز قوي في الحته دي، فيها حته مهمه قوي. بص يا باشمهندس، نقطه الف ديت نقطه شرط ضلعي، ليه؟ لان رايح منها الب، ورايح منها طلع الجيم، ورايح منها الدال، ورايح منها الهاء. جميل، يبقى ده اول نقطه الف، ونقطة ب برضه يا باشمهندس شرط ضلعي، لأن رايح منها الألف، ورايح منها اله، ورايح منها الدال، ورايح منها الجيم، يبقى نقطة ب شرط ضلعي. واحد تاني يقول لي يا باشمهندس دال شرط ضلعي، ليه؟ لأن رايح منها الجيم، ورايح منها الب، ورايح منها الألف، ورايح منها الهاء، يبقى أنا عندي دال برضه شرط ضلعي. دال ديت يا شباب فعلا أنت لو جيت من أول نظرة كده تقول أه ده دال ديت شرط ضلعي، ما هي زي ألف وب فعلا، لكن دال ديت ما هي ما ينفعش تكون شرط ضلعي. ليه؟ عايزين نفهم. تعالى نكتب كده تعالى نكتب دال الشرط بتاع دال كده ونشوف ليه ما ينفعش. دال جيم دال ب دال الف دال ه، فوت دال جيم وابدا بدال ب يا باشمهندس سيد، دال ب دال الف دال ه دال ج. بص الدنيا تبقى معاك ماشيه معاك مظبوطه. تعالى كده نشوف الضلعين اللي في الاخر دول كده، دال ه وجيم، تعالى نشوف المثلث اللي بيجمعهم. نرجع كده تاني للشكل، هل في مثلث اسمه دال ه جيم؟ ها الناس تركز كده، ده دال اهي، وده اهي، وده جيم اهي، هل في مثلث بينهم؟ مفيش يا باشمهندس، الضلع ده اصلا مش مرسوم. يبقى انا يا باشمهندس انا للوهله الاولى انا خلاص دال ديت شرط ضلعي، بس جيت وانا بكتب الشرط نفسه لقيت ان في خطين مش موجود بينهم مثلث، لا يوجد مثلث بينهم، وبالتالي انت نقطه دال دي ما تنفعش تكون ايه؟ شرط ضلعي، هي نقطة أ و ب بس. حد عنده مشكلة في المسألة يا شباب؟ آخر مسألة بقى ديت. عايزين بقى نشوف يا شباب المسألة اللي قدامنا ديت فيها كام رصدة كلية؟ عايز الناس بقى اللي تحل معايا. الناس شوف كده كام رصدة كلية هنا؟ الناس لو بص كده تلاقي هنا آخر زاوية 26. بدأ يعد زوايا لحد ما جاب 26 زاوية. 26 كام رصدة ضرورية؟ الرصدة الضرورية حسب من القانون 2 في نون ناقص 2، القانون اهو 2 في نون ناقص ايه؟ 2، حيث نون هي عدد النقط كلها سواء محتلة أو غير محتلة. تعالى نعد كده، ده 1 2 3 4
خمسة، 5 نقط بره، ونقطة ميمة ده نقطة كمان 6، ونقطة نون ده 7، ونقطة لام يا باشمهندس ده لام غير محتلة بتتعدي معاك برضو. يبقى أنا عندي كام؟ 8. عندي 8 إيه؟ عندي 8 نقط للشكل بتاعي. 2 في 8 ناقص 2، 8 ناقص 2 والنقطة ب 6. ها؟ باشمهندس أيوه. مش في نقطة بين ميم ولام اللي هو الضلع لا بين لا دي ميم مش نقطة، دي مش والضلع؟ دي مش دي مش نقطة يا شباب، دي مش نقطة، ده الضلع مكمل عادي، مفيش، دي مش نقطة. حتى هو أصلا مش كاتب جنبها يعني نقطة ه أو ناء أو لام أو ميم، هو مش كاتب جنبها. فمعلش هي دي جت في باشمهندس الرسم. اتفضل. معلش انا اسف حضرتك، بس المفروض سكشن الاساسات ابتدى واحنا قدامنا كتير ولا حاجه؟ السكشن الأساسي ابتدى؟ السكشن تاني يعني خلاص. الاساسي بص عشان دقيقة خلاص. واحدة بس، دقيقتين هخلص لك. طيب ماشي ماشي اتفضل. ماشي. هنا شال 2 في 8 ناقص 2، 8 ناقص 2 ب 6 في 2 ب 12 رصدة ضرورية، 12 رصدة ضرورية. الفرق بينهم كام؟ 14. يبقى أنا عندي 14 معادلة شرطية، كام محلي وكام مثلثي وكام ضلعي؟ ممكن نجيبهم بفهمنا لو احنا 16 يا هنحفظ باشمهندس، 8 ايه؟ 16 ناقص 6 4 14 مش 12. ما انا كده ب 14. 2 في 8 ناقص 2 2 في 8 ناقص 6. ازاي يا عم؟ انت تختار رياضة جديدة دي ولا ايه؟ لا ده انا فكيت، لا ما تشغلش بالك خلاص. 2 في 8 ب 16 ناقص 2 ب 14. امال انا عامل قوس ليه بقى؟ ماشي. لا واضح ان احنا كده نقفل المادة ان شاء الله. خلونا نكمل يا شباب. ال 14 شرط بقى عايزين نشوفهم قد ايه مثلثي وقد ايه ضلعي وقد ايه محلي، عشان بس ما اطولش عليكم. المثلثي كنا بنقول ايه؟ عدد الخطوط مرصودة الطرفين ناقص عدد النقط المحتلة. معلش نرجع للرسمة تاني. ايه هي الخطوط المرصودة الطرفين؟ تعالى نعد. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12، وده هو 13. الضلع ده 13. عندي 13 خط مرصود الطرفين ناقص عدد النقط المحتلة. كم نقطة محتلة؟ ده 1 2 3 4 5 على المحيط ونقطتين في النص، يبقى 7. نقطة لام مش محتلة، وهتعدها معاك، يبقى ناقص 7 زائد 1. ده المعادلة بتاعت الاشتراطات المثلثية، 13 ناقص 7 و1، ده عندي 7 اشتراطات مثلثية. اشتراطات مثلثية اللي هي ايه؟ الناس ركز بقى معايا. المثلث بص كده معايا، ميم ه ألف، حلو قوي. ميم ه دال، ادي 2. ميم دال نون، ادي 3. ميم ألف نون، ادي 4. يبقى انا خدت بص كده، ادي 1 2 3 4. تعالى هنا من نقطة ه نون، نون دال جيم، ادي 5. نون جيم ب، ادي 6. نون ألف ب، ادي 7. يبقى 7 مثلثات قفلوا الشكل. محدش بقى ياخد شكل رباعي يقول لي ما احنا خدنا المثلثات بتاعته، محدش ياخد الشكل الخماسي، ما احنا خدنا ال7 مثلثات بتوعه. يبقى دول 7 شروط مثلثيه. عايزين نشوف القانون بتاع الاشتراطات الضلعيه. الاشتراطات الضلعيه بيقول ايه؟ عدد الخطوط كلها. هو احنا الخطوط كلها سواء مرصود الطرفين او مرصوده من طرف واحد، هو انا كان عندي كام خط مرصود طرفين؟ احنا لسه جايبينه دلوقتي 13، هنزود عليه كام خط؟ بص عشان الخط ده اهو، ها ادي 14 15 16 17، اللي هم الاربع خطوط اللي طالعين من نقطه ايه؟ لام. ضفهم معاهم كمان، يبقى عندي كام؟ 17 خط كلي ناقص ضعف عدد النقط كلها. انا عندي كام نقطه؟ ها كان عندي 7 نقط محتلة، ضيف عليهم نقطة لام يبقوا 8، يبقى ناقص 2 في إيه؟ في 8 زائد 3. ها
17 و23 ناقص 2 في 8 ب 16، يبقى عندي اربع شراطات ضلعيه، اربع شراطات ضلعيه اللي هم ايه؟ ناس تركز بقى معايا، نقطه ميم، نقطه ميم نقطه قطب طالع منها الالف والهاء والدال والنون، بس في الشكل النهون، في الشكل ه دال نون الف. تاني عشان النقطه دي مهمه، فين هم الاربع اشتراطات؟ الشكل ده اللي انا معلم عليه ه دال نون الف، ده شكله رباعي مركزه ايه؟ ميم، يبقى نقطه ميم نقطه قطب. عندي نقطه نون، نقطه نون في الشكل النهون طالع منها رايح لميم ورايح لالف ورايح لب ورايح لجيم ورايح لدال، يبقى نقطة نون في الشكل ده برضه نقطة قطب. نقطة لام، ركز بقى، نقطة لام في الشكل النهون طالع منها رايح لميم والالف والب والنون، يبقى في الشكل الرباعي ميم الف ب نون، نقطة لام نقطة قطب، يبقى ده يبقى ده تالت شرط. بس احنا عندنا في شرط ضلعي كمان، فين هو؟ نقطة لام برضه شرط ضلعي، بس فين؟ في المثلث ألف ب نون. يبقى نقطة لام ديت عندها كام شرط ضلعي؟ شرطين، واحد في الشكل الرباعي ميم ألف ب نون، واحد في المثلث ألف نون ب. فاهمين يا شباب؟ هي لم يا باشمهندس، وهي ما يعني الزوايا بتاعتها مش متقاسة. لا ماشي، بس انا مش محتاج اصلا الزاويه بتاعتها في حاجه، انا لما باجي اكتب الشرط الضلعي عشان بقول الضلع ده الزاويه اللي قباله ايه؟ 7، والضلع ده الزاويه اللي قباله ايه؟ 6. فاهمني هندسه؟ مش هتلاقي زاويه محتاجها خالص. الاشتراطات المحليه بقى يا شباب، ال 14 شرط شيل منهم السبعه المثلثي والاربعه الضلعي، يفضل ثلاثه محلي. تيجي تبص على الشكل، فين الثلاثه المحلي؟ مجموع الزوايا حوالين ميم ب 360، مجموع الزوايا حوالين نون ب 360، مجموع الزوايا حوالين جيم 360. حد عنده سؤال يا شباب؟ احنا كده خلصنا السكشنين او اللي فاتوا بتاع الاسبوع ده. حد عنده اسئله؟ تمام، تسلم يا هندسة. تمام يا شباب، دقيقه تمام واحده هندسة، بس، ما أساسا حدش بس يعني. حضرتك تبعت لي بعت لي بس بالإفات دي على على الواتس، أنا هبقى أبعت لحضرتك برضه. تمام هندسة، ماشي، ثانية واحدة بس، خليكم معايا، خليكم معايا، ماشي محدش حضرتك. يعمل ليف بس. ماشي شوف، خلصنا كده، عايز يعمل ليف بقى خلاص. ماشي، السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله.